انا نقول لك قلبي خرج عليكم انت ما تقولي لي ام الاتفاق. مرحبا مرحبا ان شاء الله ما يكونش لها خير. والله جربت قلت سمران جربت سويت كنت بلاصتي. محظوظين محظوظين باتصالك اليوم. قولي لنا واش اكثر شيء تحبي في البرنامج؟ والله لبعضة بيكم توم الزوج الله يباركك منورين منورين منورين. النور كله نور سمر ربي يبارك فيك ان شاء الله يا رب. والذكريات الطفوله والصغر الا ونلقاو محل ربما يرجعنا للماضي. والله ما نكذبش عليك ما خرجت ما نكذبش. لا كي كنتي صغيرة واش تفكري في المحلات تاع بكري كي كنتي تروحي تشري؟ وفي ميلا احنا انا نتذكر مثلا والله ما نخرج ما خرجش حتى كي كنتي صغيرة. اي عندي ظروف تخليني ما نخرجش. معليش نحترموا ظروفك. قولي لنا المحطات اللي تحبيهم في برنامجنا. والله كاش فقرة مفضلة ليك؟ والله على بعضاكم كل شيء مليح الله يبارك. إيمان لطفي ربي الله يبارك أنا نشوفكم منورين. نور كله نورك نور كله نورك. قولي لنا عندك أولاد؟ عندي 5 بلان زوجة عندي 4 ثلاثة. الله يبارك ما شاء الله ما شاء الله ربي يحفظهم ويخليهم لك إن شاء الله يا رب. عايشك يقول لك عز الولد ولد الولد صح؟ ما عندي بنتي بطلت ما عندهاش ولاد. ما عندهاش ربي يرزقها ان شاء الله يا رب ربي يرزقها ان شاء الله يا رب ربي يرزقها ان شاء الله يا رب. كيش ما توصينا؟ والله راكم كفوين موفين الحمد لله يا رب الحمد لله يا رب. فرحنا بزاف بسمع صوتك وبالغيلة سلامنا الكامل ناس ميلا وناس قسنطينه. عايشك تحية كبيرة لك ربي يعينكم يعيشكم. شكرا تحياتنا شكرا جزيلا. شكرا لي. إذا مشاهدينا أنتم أيضا تقدروا تتواصلوا معنا عبر أرقام الهاتف ولا أيضا عبر الصفحة الرسمية لبرنامج صباح الشروق. خلونا نسمع أصواتكم وخلونا نسمع رأيكم أيضا في الموضوع اللي اخترناه لنهار اليوم. واش تتفكروا في المحلات القديمة اللي كانت متواجدة في كل أحياء الجزائر؟ إذا مشاهدينا الكرام الطاقة الإيجابية نستمدها من اتصالاتكم وأيضا نستمدها من فقرة جود فايبس. نروح نشوفوا مع بعض هذه المجموعة المختارة من الفيديوهات ولنعاودها. صباحي بإمضاء الشيف بهية. صباح الخير شيف بهية. صباح الخير إيمان. صباح الخير. أهلا بك. منورة بالبنفسجي رانا كيف كيف اليوم. جاكم قلوبنا عند بعضكم البلو والموز. الله يخليك أنا جاية لك. مشاهدينا الكرام كل اللي تحبوا هذا البرنامج أكيد راح تستمتعوا وتستفادوا كثير من محطتنا في المطبخ لنهار اليوم مع الشيف بهية. راح نشوفوا شنو هما الأطباق اللي اختارتهم لهذا العدد. صباح الخير مرة أخرى شيف بهية. الله يعيشك. اليوم راني نشوف أكل صحي ولا صحي اذا نستعرضوا واش كاين اليوم شيف بهية واش اخترتي لنا من اطباق. هنا عندنا كروستيون تاع لي زيبينا كيما نعرفوا السلق مفيد جدا للصحه. واش نديروا عندنا لاباط فيلو هذه لازم نديرها هكذا باش ما تيبش. هاي لك لاباط فيلو لاباط فيلو هاي لك. واش نديروا ندبلوا السلق تاعنا في مقلاه بزيت الزيتون وشويه فلفل كحل. كيما كي تشوفي ما درتش الملح هنا باسكو عندي لي تخوا فرماج نشوف البرامج. فوالا واش اخترتي؟ عندي البارميزون هذا مالح كيما قلت لا ديغنيغ فوا عنده ان تي بو لوغو تاع الغوكفور تسمى يجي مالح ما يسحقوش كاع الملح في لاغوسيت. عندنا صح سابك هذا هاوليك بارميزون. عندنا فرماج روج وعندنا الموتزاريلا هيلثي 100% قلت لكم على باز دو حليب البقر. فوالا عندنا السلق عندنا شويه لا كريم فريش نقدروا نرومبلاسيوها بالياوغت ناتور. عندنا شويه فلفل اسود عندنا ثلاث حبات بيض الدجاج راني تبلته بلي زيرب دو بروفانس وشويه فلفل اسود وعندي زيت زيتون. واش ندير؟ ندي السلق تاعي في مقله نقليه بيان بزيت زيتون حتى يدبال كامل. ومن بعد نشد لاباط فيلو تاعي نقطع كاريات. وعندنا مول تاع لي موفي مول هذاك اللي فيه شغل دويرات يجي كامل دويرات. نشد لي 5 كاري تاعي كل دويره ندير فيها 5. واش ندير؟ ندير جو باديجون بزيت زيتون وكل ورقه ندير لها زيت زيتون. اوكي نحط وحده هكذا ونخالفها حتى يلحقوا 5. ومن بعد واش ندير؟ ندير 3 حبات بيض
كيما قلنا سوا الفرماج ناتور ولا الياغورت ناتور ولا انا درت انا لا كريم فريش شويه فلفل كحل وندير كاع لي فرماج نرابيهم وندير معاهم السلق ونعمر ويطيبوا سي دي كروسيون تاع لي زيتينا. لازم ديري انديفيدوال ولا تقدري ديري بات فيلو تحليها كامل؟ تقدري انا خيرت اليوم لا روسيت واسمها لي كروسيون تاع فوالا اختياري. تقدري ديري دي زيتاج كيما قلنا لو ميم بروسيدو شغل نديرو بزيت زيتون الورقه الاولى الثانيه حتى تحت الخمس ورق باش ما يجيش معجنه ثاني خمس ورق وندير لافارس تاعي ونديرها في الفوق. انا اليوم خيرت هنا نورمالمون هي يقدر يدير بنادم لو سومون ولا اللي كاين. انا كوم الوجد اللي عندي عندي الدجاج تبلته نقليه ونزيد نخلط مع لافارس هذه. يبان الشهيه. فوالا اليوم راح نستمتعوا لطفي. بالنسبه للطبق الثاني هذا ساهل ماهل، هذا سي ان بلا كيما قال تقدري المراه اللي تخدم كيما قلت لا ديغنيغ فوا لي بلا تاوعي انا نديرهم سيرتو نخدم مع المراه اللي تخدم ولا اللي عندها بزاف دراري في الدار. اللي ما عندهاش الوقت. فوالا اللي ما عندهاش الوقت واش ندير؟ ندي البطاطا هنا درت اربع حبات بطاطا، عندي المعدنوس، عندي شويه كرومبيت، عندي حبه زروديه، زوج حبات بصل، وهذا لانات هذا الحشيش تاع البسباس. فوالا واش نديرو؟ عندنا لا فيوند داشي، هذا ايبيس تاع اللحم، هذا عكري، الثوم مرحي لي زيرب دو بروفانس والملح. واش ندير؟ نقطع كاع لي ليغوم تاعي كيما راهم نحط في ترابيهم ولا تقطعيهم؟ نقطعهم دي بتي دي. نشد لو بلا تاع الفوق تاعي ندير فيه نص كاس زيت زيتون كامل ونحط كاع لي ليغوم. نص كاس نو ماشي بزاف، لي ليغوم هادو يطيبوها مخضوره ماشي طايبين. سما الزيت هذاك يطيبوا فيه. فوالا هذه وما يقعدش الزيت هذوك تشوفي يعني تشرب. فوالا تشرب لي ليغوم كاع يشربوا الفوائد تاع الزيت هذه. وكيما قلت لا ديغنيغ فوا اون انفورماسيون كاين ناس يقول لك الزيت كي يطيبه يروحوا الفوائد ما كاش منها هذه. هذه يقعد صحي 100% ميم فوق النار ميم كي يطيب. نحطه في الفوغ ومن بعد واش ندير؟ عندي لا فيوند داشي نتبلها بشويه لي زيرب دو بروفانس وعندي الثوم وعندي هذا ايبيس تاع اللحم وندير له شويه معدنوس ونخليه 30 دقيقه في الفريجيدير وندير معاه باردون ندير معاه البصل ندير معاه زوج بصلات. هذا خضر ديريه في الفريجيدير. اي خضر ديريه في الفريجيدير. البصل هذا واش ندير؟ نرحيه بيان نعصره ما نديش فيه الماء في اللحم هذا ندير غير اللحم تاع البصله ونعجنو بيان ندير فيه المعدنوس كيما قلت لك ولي زيبيس نحطو 30 دقيقه في الجدار. ومن بعد نجبدو واش ندير؟ ندير دي بولات شويه كبار وبهادو تاع الشوا ونديرو في لاغري فوق لاغري تاع الخضر الماء تاعو يطلق فوق الخضر هذه. اوكي هذه هي يعني يتكل هكا يتكل هكذا سي ان بلا فاسيل تري رابيد اللحم بالخضره بالخضره هذه هي مشوي يعطيك الصحه. بالنسبه للتحليه هنا سي ان كولي تاع لا فريز ساهل ماهل. نشدوا 400 غرام تاع لا فريز نديروا معاها 100 غرام تاع السكر. نقطع لا فريز تاعي في كاسرونه ونرمي لها السكر وندوبها فوق النار. ما تخافوش ما تحرق ما يتكراميليزا تقعد طيب باسكو لا فريز تطلق الماء تاعها. الوغ واش يدير؟ كي تتقال بيان ودوب لا فريز هذيك نرحيها بالبغا. كي نرحيها نصفيها هذاك لو غاس هذاك هو لو كولي تاع لا فريز. سهلة مهلة. سهلة يعطيك الصحة. الله يعيشك. شكرا لك شيف باهية. سهلة على موضوعنا الرئيس هي بزاف تروح الماركت تاع ميسوني. ولا على بالك لطفي. ها؟ ميسوني ميسوني فيه بزاف محلات قديمة يعني السوق هذاك قديم أصلا. صح صح. فيه نعيش لا نوستالجي تاع الصغر. فوالا. ما عندكش محل باين شاف باهية اللي ربما كي تروحي ليه تسترجعي الذكريات تاع الطفولة نتاعك. والله غير ما نكذبش عليك أنا كي كنت صغيرة مون بيغ الله يرحمه هو اللي كان يجيب لنا القفوف معمرين للدار ما والحلوة. ما تعبناش. والحلوى ما كنتيش تروحي تشري حلوى تروحي ما هو يجيب كلش الله يرحمه وسع عليه باغ لوكازيون. كان مفششنا والله غير كان عندنا كراج في الدار يعمرنا كاع الغافيتايمون دايوغ ما ميغ الله يرحمها كانت تقول لنا تدي القفوف تقول لنا نروح نقضي من تحت. هكذا والله غير وصحاباتك ما كنتيش تخرجي مع البنات تلعبوا؟ كنا شوية ريزيرفي. أنا ولطفي اليوم اللي سقسوا يقول لي كاين غير أنا ولطفي باقي احنا متمردين عندي لا لا كنا بحالك بحالك باغ كي تزوجت عجوزتي الله يرحمها كانت تديني الميسوني معاها. اوكي كانت تديني ونقضي وتدي ديك القفه ونقضي وتقول وتحكي لي حكايات الحوانت هذوك وتقول لي من بكري كنا كذا كي كان على مولا بيتي تقول لي كي كان صغير كنت نجيبو ونقضي ومن المحل هذا والمحل هذا. صح هذه سي فغي
حنا كيكون صغار رايحين جايين حتى انه المحلات ايمان المحلات نشفوا عليهم بالاسامي صح كنا نعرفوهم بالاسم صح البائع اللي يبيع كنا نذكرهم بالاسامي صح وكاين بزاف اللي توفوا وترحموا على ارواحهم يعني كانهم افراد من العائله صح يعني كي تسمعي بلي فلان اللي كان يبيع كذا توفى الله يرحمه حزن تحزن عليه كنا نعرفوا كامل الحوان تعرفوا الجزار اللي يبيع مواد غذائيه نعرفوا كاع الخباز يعني بالاسم كما قلت كنا شغل عائله كيف كيف والحوان تاع بخيل وتسولت فهم ماشي كيما دوك ما فيهمش الضو كيما دوك وتخيار كان دخلت صيب الظلمه تما واش شريت الله اعلم كيف ظن يقول كان واحد يا ربي ولا تلقى وكنا نحبوا نقلقوا اللي يبيع الحلوه الكابريس كابريس الحلوه والكابريس انا كابريس في تاع حنا في مليانه مدينه مليانه تحيه كامل سكان مدينه مليانه كاين حانوت عمي الكبران مع باش اذا مازالوا حي ولا توفى كان يبيع هذوك اللي جوي صغار مخلطها مع الحلوه الفوسطه تاع زمان انواع تاع حلويات الزيغوما صح كنا نصيبوا كلش في الحانوت تلقى عنده كلش يعني اذا اليوم حلقتنا موجهه لجيل الزمن الجميل جيل الجيل الذهبي ماشي كيما دوك لطفي بالتليفون كلشي بالتليفون صح ليفريزون ا دوميسيل صح والله يقولوا لي في اتصال عندنا اتصال هاتفي نقولوا الو صباح الخير الو صباح النور صباح الورد الفل والياسمين يا اهلا وسهلا صباحين وحتى صحة واحد زين الله 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 على هذاك الكلام الزين نتعرفوا عليك دار المك ربي يحفظك نتعرفوا عليك ام بثينة بسكرة يا اهلا وسهلا بك وبثينة وبكل ناسنا واحبابنا واهالينا من بسكرة المضيافة ربي يحفظك واش راكم واش راي بسكرة والله قال لاباس منوره الحمد لله يا رب منوره بناتها اكيد وبسكره بسكره هذا هو الوقت المثالي اللي باش نزوروا فيه بسكره ربي يسترقم ومرحبا بكم ومرحبا بك معنا انا وايمان وشبهيه اهلا وسهلا مرحبا بهم ربي شابه بسكره فرديع مدينه الزيبان ولا اجمل بها وبناتها ربي شابه قولي لنا بوتينا هذا اول اتصال لك اول مره مرحبا مرحبا سعداء جدا بك يسلمك راك منورين الله يحفظك قولي لنا شفتي الوصفات اللي اختارتهم اليوم شبهية شفتها ولا غير شفتها كنت نشوف كنت نذبح بها ربي يحفظها الله يسلمك قولي لنا ما تنذبحكم في الحقيقه ما تنشوفكم نستعثر ما نحسنكمش مرحبا بك ما تجربي شويه الوصفات ولا غير شويه ما نكذبش عليك انا شويه كبيره في العمر مانيش صغيره لا تباني صغيره لا لا ولا غاني جدة الله يبارك ما شاء الله يبارك فيك ما شاء الله اما انا نغتنموا الفرصه ونسقسوك على زمان قولي لنا ولا كنتي تروحي تشريكي كنتي صغيره ولا لا لا كنت نقضي بصح يعني هكا كنت دوكا كنت فقر زمان ايه ماشي كيف كيف واش اللي تبدل واش اللي تغير بدلت كل حاجة أول حاجة القهوة كنا نشروها نشروها حب ونشروها في الحياة صح تاع اليد صح وكان كل شيء يتباع في الميزان صح نعم كلش كان يتباع بالميزان كل حاجة تتباع بالميزان القهوة كنا نشتعلوها في الدار ما نشربوا في القهوة المرحية صح صح ايه ودوكا كل حاجة تبدلت صح وتشفي على الحلويات تاع زمان واش كان عندكم انتوما احنا جينا تاع الكابريس هذه الحلويات تاع العيد القاطو راهي على القاطو الحلويات تاع العيد ونرجع ديما راهي غريبيه اذا عندك اي شيء سيدتي بوتينه تفضلي قولي لنا كاش موضوع تحبي كاش فكره والله ما عندي حتى شي راكم كثير موقفين وراني حنحل الباب لوليد وليدي راه زاد باش نجدو لان حق عندك انا اتصال واضح عندي لطفي راح تحلي الباب بيبان الجنة تنحل الباب ليه لوليد وليدي راه قدام وانا نحكمو بيبان الجنة تتحل يا رب تسلمي عليه بزاف بزاف يسلمك طلبوا له الشفاء العاجل امين يا رب ان شاء الله يشفي ويشفي كل مرضانا ومرضى المسلمين يعطيك صحة اتصالك شكرا لك يسلمك ربي يخليكم ربي يحفظكم تحياتي والله يعطيكم مزيد من القدرات اللي كنت تخدموا فيها الحمد لله يا رب بفضلكم اكيد يعطيك الصحة على اتصالك وتحياتي لكل الناس برك معليش اكيد تفضلي معليش جدا تفضلي نهدي اهداء لخويا احمد قروما بوادي العلاي ناني متوحشات ونسلم عليه
تحيه كبيره ليه وكل الناس سكان منطقه واد العنايك. ايه ان شاء الله تسمعي اخبار طيبه. شكرا لك. راهو جد مركز. تحيه كبيره ليه. يسلمك ربي يخليكم وربي يحفظكم. شكرا شكرا على الاتصال. هاي بالسلامه. بالسلامه. إذا مكملين مشاهدينا مع شيف باهية بعد ما تعرفنا على الأطباق. موضوعنا الرئيسي نهار اليوم هو نسترجع الزمن الجميل والمحلات القديمة اللي كنا متعودين عليها، وأول ما ندخلوها نسترجعوا ذكريات الطفولة كملف رئيس. حابين أنكم تتفاعلوا معنا من خلال تواصلكم عبر رقم التليفون اللي يظهر أسفل الشاشة. صفحتنا أيضا في خدمة الجميع وتطبيق الواتساب لينتظر دائما رسائلكم في خدمة الكل. الكل مدعو للاستمتاع بهذا الفاصل الغنائي. أكيد نجوى كرم أكثر شيء يحبوه الجمهور اللي يتبع نجوى كرم هو إطلالتها وابتسامتها وسلامة لثتها وسلامة أسنانها، صح؟ والكل يبحث على نفس الابتسامة. محطة طبيبك في دارك لنا اليوم خصصناها للحديث حول كل ما يخص صحة الفم والأسنان. اكتشفوا الموضوع بعد هذا الجينجل. تفضلوا. إذا مشاهدينا رحبوا بكم من جديد. مرحبا بكم، أهلا وسهلا. إذا موضوعنا اليوم هو أمراض اللثة. سنتكلم عن المشاكل التي تصاحب اللثة وما هي الحلول أو العلاج في حالة مرض اللثة. طبعا للنقاش والتفصيل في الموضوع يحضر معنا الدكتور سيد علي بومدين وهو طبيب أسنان. صباح الخير، أهلا دكتور. صباح الخير، أهلا وسهلا. مرحبا بك، اهلا وسهلا. دكتور كما يقولوا صحة الفم ترتبط اكثر شيء باللثة اللي هي اللي تعكس صحة اسناننا، لكن للاسف اللثة تتعرض لكثير من المشاكل. ربما راح نتكلموا على ابرز المشاكل التي تصاحب اللثة. بيان سور، بون لازم نعرفوا باللي اللثة هي عماد الاسنان. هي الحاجة الاولى اللي تنظر كي يكون زعما بروبليم ماجور ولا مشكل كبير للسن ولا الاسنان اون جينيرال. دونك كي تكون اللثة مريضة تسمى اوتوماتيكمون السن راهو مريض، لان اللثه لازم نعرفوا بلي هي العماد اللي داير على السن. واش هي الاعراض اللي نقدروا نعرفوا من خلالها انه اللثه نتاعنا مصابه؟ بيان سور، بون مرض اللثه يروح بمرحلتين اساسيتين. المرحله الاولى اللي يكون عارض واحد وهو النزيف، نزيف الدم. يكون عندما الواحد يكون يبروسي فرشه الاسنان يكون نزيف. ممكن يكون حاد، ممكن يكون نزيف عادي. بعد ذاك النزيف يبدا يتطور الى مراحل اخرى. المرحله الثانيه اللي هي انتفاخات ما بين السن واحمرار قوي يمكن يتصاحب بالام او لا، وتما لازم في كلتا المرحلتين لازم يكون تشخيص. طيب ما هي الاسباب اللي تخلي اللثه تلتهب او تتعرض لمشاكل؟ وكاين اسباب كثيره. السبب الاول هو لو مونك دو بروساج. الانسان ما يكونش يبروسي، يكون بالك يبروسي اون فوا بار جور ولا دو فوا بار جور. انتظام يعني ما كاش انتظام في تنظيف الاسنان ولا في كيفيه التنظيف. يمكن يكون ينظف ولكن شغل اماكن معينه، مثلا ينظف غير الكوتي الامامي فقط وينسى الجهه الخلفيه. ويكون هنايا التهاب موضعي وماشي عام. كاين بزاف ناس ربما اللي نلقاوهم بصفه متكرره يعانيوا من مشكل اللثه. هل هذا الشيء مرتبط بالعمل الوراثي ولا كاين اسباب باختلاف ربما تركيبه الفم كل شخص؟ كاين سبب وراثي ولكن لازم نبحثوا على الاسباب، خاطش ما يقدرش يكون غير السبب الوراثي. هو السبب الوراثي ممكن يحفز تطور تروح من المرحله العاديه الى المرحله الحاده. في ظرف زمني قصير. ولكن يوجد العديد من الاسباب من بينها تدخين. التدخين يسبب مشاكل في اللثه، يزيد في التهاب اللثه. وممكن يكون عامل اخذ بعض الادويه مثل لي زونتي كونفيلسور ولا يقدروا يحفزوا على التهاب اللثه. وممكن يكون عامل عادي، مثلا اذا رماركيتو المراه الحامل يكون عندها دي جانجيف فوالا هرموني، يكون عندها دي جانجيفيت ميم سي تكون عندها ايجيان مليحه ولكن. بالنسبه للفيتامينات، في بعض الفيتامينات كي تنقص في الجسم تخلي اللثه تلتهب. معظم لانه فيه شائع يقولوا فيتامين سي. لا ما عندوش علاقه، ما عندهاش علاقه، ولكن عندها التهاب اللثه عنده علاقه. العامل الاول هو وعامل العمر. في اي سن تبدا تظهر مشاكل اللثه؟
ممكن في سن متقدم بعد الخمسين أو الستين. يعني الأطفال الصغار ما نقدوش نلقاو مشكل لثة؟ مشكل لثة عند الأطفال الصغار متعلق بالتنظيف مباشرة. يكون ما يقدرش يكون طفل صغير عنده عامل هرموني ولا عامل خارجي اللي أثر على اللثة تاعو، مثلا تدخين أو عامل واحد آخر. طيب بالنسبة للتشخيص كيفاش يكون دكتور؟ التشخيص الأول حنايا أوناس كون أبيل لو سونداج، ونتاست هذيك اللثه هذيك بان انسترومون ونشوفوا اذا كاين نزيف ما بين الاسنان. هو سي انسترومون سامبل ونشوفوا. سينو هو تشخيص مباشر. اذا جا كان باسيون بالام في اللثه هو يقول لك باللي كان عندي الام في اللثه، والالم يكون ماشي موضعي. هنا ما نعمل راديو حتى نشوفوا اذا كان التهاب. الاشعه تجي في المرحله المتقدمه. وين هذاك الجير هذاك يكون بكميه كبيره، طبقه كبيره، طبقه كبيره، واللثه بدات تنحى على السنين. وحنا بداو يجيو الاتصالات الهاتفيه لبرنامجنا، اتصال هاتفي اخر نتعرفوا على المتصله او المتصل، نقولوا الو صباح الخير. يا اهلا وسهلا. الو الو. صباح الخير. صباح النور اخت ايمان. اخت ايمان من اهل لطفي، اهلا وسهلا. كي راكم صافا لاباس؟ والله الحمد لله بألف خير. وش راك انتيا؟ صافي بليتك حكمتكم وانصح. مرحبا مرحبا، اهلا وسهلا. راكم في القمة. الله يخليك، نتعرفوا عليك من وين؟ اخت فريدة من عين الترك. من؟ من عين الترك. من عين الترك، من وهران، اهلا وسهلا، مرحبا بك. الله يسلمك يعيشك. هذا أول اتصال ليك معنا في البرنامج؟ لا ديزيام فوا، نصف في لونطا. يعني راكي مشاهده قديمه وفيه لينا. وفيه بزاف. مرحبا بك، قولي لنا واش رايك في المواضيع اللي اخترناها لنا نهار اليوم؟ والله علاش بابا جبتي هذاك تاع الحالي تاع بكري. ايه. والله لا كارتون هذيك هي من تاع زمان. فرانا سي كيك دو تخي بيان. عاودتي تفكرتي زمان. والله تفكرت ديجا في فرانا توشي، تفكرت واحد انا مع لطفي كي قالوا كنا ننشروا، كنا عندنا واحد الله يرحمه بألف رحمه، كان عندنا واحد تاجر في الفرنسا في الطشا. بون جو بو با دير زعما. اللي الله يرحمه، تعرف كنا صغار، كنا نروحوا ننشروا ونديروا كاع خاصنا هكا افراح، ما حاجه يدينا حلوه، وليو يعطينا واحد البركه يعطينا حلوه، يعطينا لي كاي باطل. كانت البركه صح. والله وكنا نعيطوا له بابانا تالمون انزال فوالا. يقول لنا قراو برك. صح صح، كانت كما قال لطفي مقبل نحسوهم من العائله. صح من العائله، عافية والله نهار اللي مات كاع الدشره كاع تحكي عليه. ويشفاو علينا بالاسامي. كانوا يشفاو علينا بالاسامي. كيفاه اصلا؟ كانوا اللي يبيعوا في الحوانات يشفاو علينا بالاسامي كي نجيو لعندهم. واه انا معاك صح. هذا وليد فلان، هذا وليد فلان، مي حاليا وراه البائع ولا التاجر اللي يهتم بامور الزبائن اللي يجيوه ويعرف وين يسكنوا ويعرف اساميهم. قليل. ما كانش اخي لطفي. قليل قليل. ما كانش. الوقت تبدل. كانت الوقت تبدل، ايام جميله بزاف. كنتي تاكلي حلوه بزاف؟ قولي لنا ما عندكش مشاكل في الاسنان ولا تا؟ لا عندي جو بيتي بروبليم. ايه. بيخليك. اللي هو؟ دي فوا دي فوا كون جو بروس مي دون تو طون، دي فوا ماشي تو طون. صرالي هكا شفت يسيل الدم، جو سي با بوكوا. هذا هو المشكل اللي راه يحكي عليه الدكتور. عندك مشكل في اللثه. ربي يخليكم، خليتونا والو. شكرا شكرا لك. راك وفيتو. الحمد لله. راك عندي ثاني حاجه اخ لطفي. تفضلي. منيت منيت ولا تقدروا بيان سور. ايه. منيت طاويفو الناس هذوك المذيعين تاع بكري ثاني تفكرونا بهم. كما ابتسام، كما نعيمه ماجر. اي مذيعات مذيعات الربطه، مذيعات الربطه اللي كانوا يربطوا بين البرامج. منينا صبيحه شاكر نديروا لهم كما يقولوا كثيره ولا شوفا. اكيد اكيد ان شاء الله. وعلاش لا لا؟ والله منينا
اخت ايمان راكي معايا؟ انا معاك، انا نسمع سي، قلت لك فكره هايله. واو نبغيكم بزاف بزاف. الله يحفظك. عارفين نوض على فلانكر نصلي ونطيب قهوتي ونغسل بوعيدي واني بروشيا. ربي يحفظك. شكرا شكرا ليك، يعطيك الصحة. وعندي سلام صغير معليش ولا سي بوسي. بون بالغسلانية نصاني. نصاني وتقاسي، شفتو بابا. ربي يطول في عمرو. ثاني شكون شاهد وافية. انت اصلك من عيون ترك في عمره. قولي لنا انت اصلك من عيون ترك ولا قبيليه؟ عندك لاكسون كابيل. وي قبيليه وعايشه في عيون ترك. ما شاء الله ما شاء الله. من اي منطقه؟ من منطقه القبائل؟ من طابلان. الله يبارك، تحيه كبيره لكل مشاهدينا اللي لاكسون كابيل. الله يبارك الله يبارك، تحيه كبيره لنا. يسلمك كاع انا خاوه. اكيد اكيد اكيد. وي اكيد. ربي يطيب بيناتنا ان شاء الله يا رب، والسعادة تدخل بيوت كل المشاهدين. اجمل تحية ليك ولكل عائلتك. كون بالسلامي لاختي اللي ساكنة ثاني في ليزيسير مع اولادها. تحية كبيرة لها. سامية ومقامي كاع وليكم. شكرا شكرا قيمة. يعطيك الصحة، شكرا جزيلا لك. يعطيك الصحة وصالك، شكرا ليك. شكرا لك، ربي يحفظكم. تحياتنا. الله يحفظك. إذن شكرا. مازلنا متواصلين معكم مشاهدينا فقرة طبيبك في دارك، أمراض اللثة مشاكل وحلول. كنا تعرقنا للأسباب وأبرز الأعراض، وصلنا للتشخيص. التشخيص باش نعاود نولي للسؤال تاعك تاع الأشعة. الأشعة ما نستعملوهاش دائما حتى يكون المرض لحق للمرحلة النهائية وهي الآلام حادة على مستوى الأسنان، ويكون التشخيص المباشر نشوفوا اللثه حبطت بمسافه فوق 3 ملم. بذكر نزول اللثه، كاين ناس اللي عندهم اللثه تكون حابطه بزاف، تركيبه البشر تختلف، وكاين اللي عندهم اللثه ما تبانش. شكون هو اللي يتعرض اكثر للمشاكل في اللثه؟ اللي عنده نزول ولا هبوط في اللثه ولا العكس؟ هنايا راك تحكي على امرين مختلفين تماما. اوكي. تحكي على الابتسامه اللثويه. ايه. والنزول في اللثة. الابتسامة اللثوية ماشي نفسها. ماشي نفسها. أوكي. هو شيء عادي، ممكن يكون مشكل في الشفافات العلوية وتما عنده علاج خاص، ولكن نزول الموضعي في اللثة في السن بحد ذاته تما كاين حالة مرضية وهو تطور التهاب اللثة. أوكي. التهاب اللثة تطور حتى الانفكسيون ولا التهاب. الالتهاب لحق حتى العظم. وبدا العظم يتنازل. كي يتنازل العظم تما لي نشوفوا اللثه تنازلت بشكل رهيب. في هذه الحاله اللي لازم نديروا اشعه ويكون تشخيص بلو سبيسياليزي على الحاله الاولى. شوفوا الضرر والحق. هذه بالنسبه دكتور للاسنان العاديه. بالنسبه للاشخاص اللي دايرين تركيبات دكتور، كيفاش يكون التشخيص هنا والعلاج؟ على حساب السبب. هنايا امر واحد اخر، كي تكون تركيبه معناتها رانا جبنا كوغ اترونجي اون لا فيكسي ولا عندنا معناتها تركيبه كي فيكس. هنا لازم عندنا سوا الخطا يكون في الاول، معناتها اذا تنازلت اللثه ولا كاين التهاب، سوا يكون خطا في ماشي في التشخيص، العمل بحد ذاته. على السن، خاطر عندنا سكون ابيل اون ليميت سيرفيكال ا ريسبكتي بور طايي لا دون، باش التركيبه تجي تحت اللثه. ولا يكون عندنا مشكل في التركيبه بحد ذاتها، معناتها يكون لا طاي اسكون ابيل لي ليميت تاع لاجونسيف ملاح، مي التركيبه تكون زايده فوق سكون ابيل حنا ليسباس بيولوجيك تاع السن. السن عندنا اون لو دووا ا رونتري ا 2 ملم تحت اللثه با بلوس. هنا يبداو المشاكل، ويبداو المشاكل كما الاعراض السابقه. يبدا بالنزيف وبعد يتطور الى الانتفاخات ويتطور الى الالام الحاده. هذه هي. وعلاش بزاف اطباء اسنان يقول لك واحد كيقوم بعماله عمليه زراعه اسنان بعد ما يكون تخلص من اسنانه كليا، اللثه تبدا تغيب، يعني تنقص في المساحه تاعها تتاكل. اول ما يقوموا بعمليه زرع الاسنان يقول لك اللثه راح تعاود تحكم مكانها وتعاود تنزل. هذا النزول طبيعي ولا حاله؟ هذا النزول طبيعي. احنا عندنا قاعده في طب الاسنان يقول لك لوس اباري ديسباري افيك لا دون، دونك العظم يتلاشى ويكون حاضر ويتلاشى مع غياب السن. عندنا اون بتيت ريزوربسيون ولا تلاشي ولا انخفاض عادي.
يكون هنايا عندنا من بيريود دو دو موا نستناوها شهرين حتى تحكم مكانها الطبيعي باش نبداو لو تريتمون تاعنا. بالنسبه للعلاج دكتور كيفاش يكون؟ عن طريق ادويه تدخل العلاج جراحي. العلاج هو علاج متعلق بطبيب الاسنان مباشره. الادويه سي دي كومبليمونتير هما مكملات فقط. وجينيرالمون ما نمدوش ادويه بسبب نزيف اللثه. العلاج الاول هو لو ديتارتراج اللي هو عباره عن تنظيف كلي للثه وللسن بحد ذاته. لان المشكل ما راهوش في اللثه، مشكل في فوالا كميه الجير ولا الكلس اللي تراكمت بين اللثه والسن. اي الا بواي هذاك ليسباس بيولوجيك تاع 2 مليمتر اللي هضرنا عليه فوالا. ومن بعد بلوس حنايا كي نحوا الجير معناتها نحينا السبب اوتوماتيكمون نعاودوا برك ونقيد لو باسيون بور بيان سو بوسي. وفي حاله التركيبه وشنو هو العلاج؟ في حاله التركيبه لازم نديتيكتيو السبب. هل المشكل انه في السن بحد ذاته او في التركيبه. بما اننا نحكيو على اللثه بصفه عامه، الجانب الجمالي ايضا عنده نصيب في الموضوع اللي اخترناه. كاين بزاف ناس اللي عندهم اللثه بارزه جدا. هل يمكن تقطيع اللثه ولا التقليل ولا التنقيس ولا الانقاص من طولها؟ راح نجاوبوا على السؤال بعد ما نديو اتصال هاتفي اخر ونقولوا الو صباح الخير. الو يا اهلا وسهلا. الو صباح الخير. صباح النور. واش راكم لاباس؟ لاباس الحمد لله، انتم بخير. يا اخي هذا ثاني اتصال معكم. بصح باه حكمتكم الحاجة المليحة لازم تتعبوا عليها. مشاهدة وفية جدا. مرحبا. الحاجة المليحة ما تجيش بالساهل، صح؟ لازم تتعبوا عليها. والحاجة المليحة كي نحكمكم تكون انت والمتالقه ايمان. ربي يخليك، والحاجه اللي اروع انه نسمع اصواتكم في كل مره. مرحبا بك. الله يسلمك. هذا ثاني اتصال ودائما في الدومين ميديكال. فكرينا برك منين راكي اتصلي بنا والاسم الكريم. انا اتصل من شلف ام احمد اذا تتذكرني. ايه. في موضوع نتاع اللي خاص بالعينين. كما اتصلت بك على وليدي احمد اللي كان عنده مرض وقلت لك عنده حاله اجتماعيه دائما يقولوا له شفيت عليك. شفيت عليك. واش راهو احمد مليح؟ الحمد لله ان شاء الله باذن الله كقيام علي راح يجوز لي الدعم والحمد لله في الدراسه ما عنديش حتى مشكله معه. ربي يوفقه. وكي راهي دايره شلف وناس شلف؟ الحمد لله. سلم عليكم. الحمد لله بالغي وسلمنا كامل واحد واحد. اذا كان عندك اي انشغال في الموضوع مرحبا بك دكتور معنا ان شاء الله باش يخرج من ديك العقده نتاع على بالك عينيه مازال نفس الشيء. لا ان شاء الله ان شاء الله يخرج منها من ازمته ان شاء الله. ازمه وتمر. ممكن نتكلم مع الطبيب؟ ممكن جدا، تفضلي. شوف انا اصبت بالكوفيد المره الاولى. ايه؟ وهذه المرة الثانية كذلك الأوميكرون. دروك كي نشرب الدواء عندي أنا ما عنديش مشكل في الأسنان. إيه؟ كملي بسؤالك، كملي بسؤالك. عندي مشكل كي نشرب الدواء كي يعطوني هذوك لي زونتيبيوتيك وكامل كيما المرة عطاني هذاك أوغمون تاع 0.1 وعطاني سيرو بلس فيتامين سي. نحس باللثه تاعي حرشه وحتى لا جونتي كاع ضرتني. مانيش عارف لا الالم من الكوفيد ولا من الدواء. هذا واش عندك سؤال؟ هذا هو السؤال. مرحبا وسهلا. بالنسبه للقضيه اللي راكم تعالجوا فيها اليوم. ايه. نتاع بكري فكرتونا بواحد القصص ما نقدروش ننساوهم. ايه. كنا بكري ما شاء الله كنا في قرصان عندي واحد اللقطة ما نقدرش ننساها ما نقدرش. كنا نحكموا إلى تحكم يا أخ لطفي. أنا لقاني كبيرة من عاجل من جدة. قالت لا أخ لطفي ماشي إيمان يعني أناني كبيرة أناني من زمن. كنت نحكم القصديرة. كنا نحكموا القصديرة تاع الحليب ونروحوا نجيبوها المغرب. راحت القصديرة دوكا خلاص. المغرب كنا نروحوا نجيبوا الحليب. كنا نجيبوا الحليب ونجيبوا في قرصا كنا نروحوا جماعه نتاع الباتيمون كامل نروحوا كيما الخاوه ونجيو كيما الخاوه وكي ندخلوا للدار ندخلوا في الحانيت في الليل المغرب على بالك الشتا كان يطيح تلقى في الليل صح.
هذه نوستالجيا زمن جميل قسمناها معك ويعطيك الصحه اللي شاركتينا فيها. كنا تعرف دوك والحلوى اللي كنا ندوها من الحوالب. ايه هي اللي هدت لنا سنانا. كانت واحد الظاهره كان إيه؟ عندنا واحد الشوابنيه كيبيعوا لنا والله يا اخ لطفين يا وليدي تعرف كنا كي نشرو ماغري خاصك واحد الصرف ما يقولكش لا روح صح صح يعطيلك صوالحك تديهم ويجيبلك الحلوى معاهم. كانوا يكفروا لنا الحلوى هو المشكل. هذا هو المشكل. عايزك الحلوى يا والحلوى هي اللي هدت لنا سنانا. اكيد سمعي فيا اكيد سمعي فيا. قلت لك الحلوى هي اللي هردت لنا سنانا الجيل تاعنا وجيل ايمان. كاع عندنا مشاكل كاع عندنا مشاكل في الاسنان. ما نطولوش عليك بزاف وما نديش وقتك. يعطيك الصحة في صالح وبقاي تابعي في الحلقة وفي المحطة. حاجة من فضلك اخلط في حاجة. تفضلي تفضلي. على بالك اولاد هذا السيد هذا ايه ماهمش يديروا السيرة نتاعو اولاد الشيباني هذا. ايه على بالك باللي كيخصك الصرف ما تديش ديك الحاجه اون بليس دو سا كي تقضي خصك مثلا سنتينا ولا دي دينا يقول لك انا سالها لك. ايه تبدلت العقليات درك. ربي يلطف ان شاء الله يا رب. ربي يلطف. بركه فيك. يعطيك الصحه على اتصالك. شكرا ليك. تحياتنا ليك ولكل الناس اللي احبونا من شلف. شكرا على اتصالك. الانسان تاع قبل ما تقول ما تنسانيش برك الله يحفظك. شكرا ليك. شكرا ليك. خايمة خايمة. من التألق وراكم في القمة في القمة في القمة. ربي يحفظك. بفضلكم اكيد بفضلكم. وقايد تابع فينا. شكرا. دكتور الله الإجابة على السؤال تاع الأخت لي زونتيبيوتيك هما من الأدوية المعروفة اللي ما عندهمش أثر على اللثة. دوك الحاجة الأولى اللي لازم نعرفوها ما نقدروش نهضروا بلا أون بروف سيونتيفيك ولا حاجة علمية. أوغمونتان والأدوية اللي داروها في البروتوكول تاع فيروس كورونا هادشي لأنه فيروس هادو ماهمش أدوية الكورونا ولكن أدوية لاجتناب الأعراض الخطيرة. دونك هادو من الادويه اللي ما عندهم حتى علاقه بالتهاب اللثه. اذا نطمنوها ونقولوا لها لازم تشوفي طبيب. تشوف طبيب اسنان من اجل ان تبحث عن الاسباب. فوالا تبحث عن السبب الحقيقي اللي خلى اللثه. وش نوع الاسباب ربما اللي تكون عندها دخل في هذا المشكل اللي تعاني منه؟ كما الاسباب اللي ذكرناها مقبل. تحس بالحروشيه ونوع الاطعمه ربما اللي تناولوها. تحس بالحروشيه هو سوفون سي الجير. فوالا هو اللي يجيب هاد لاتيكستور دونك يكون تراكم داخلي ولا اللي بالك ما شفتوش. اللي هو اللي يمد هذا الاحساس. دكتور انت كنت ذكرت لنا انه سيلان الدم هو عارض من الاعراض اللي يخلينا نخافوا ونقولوا انه مشكل في اللثه. الاول اللي طيب نوع المشروبات ربما والاكل اللي لازم نتفاداوه لما نكون مصابين باللثه لانه كثير من الاطباء يقول لك ما تشربش سخون ما تاكلش حاجه. والله هذاك سي لي برومي طون باش نخلوا لاجونسي في تبره يقول لك مع الاول فوميو اون اليمونتاسيون فيبري غنيه بالالياف. هذا ما كان سينمون لي زوطر نورمال. ولينا دكتور نشوفوا بزاف ايضا اشهارات ل معجون الاسنان يقول لك هذا ضد الحساسيه بالسواك هذا بالسواك بالجوز قشور الجوز. في هي ناجعه ولا يعني مجرد امور تسويقيه افكار تسويقيه؟ هي بالك تكون 50% ناجعه ولكن كاين دي مارك اللي صح يلزون 50% فيها نسبه فوالا 50% كاين دي مارك اللي صح عندهم نجاعه مي فات هاد لافايس فو اسي مي تقعد ليجيان هي العامل الاول. يعني لازم تكون في استشاره طبيب الاسنان دكتور اذا كانت فيها الاعراض لانه كاين الناس يقول لك لا ندير الماء والملح كاين يقول لك نشرب المحلول اللي نشريه من الصيدلي وندير قشور الجوز. هو المحلول بحد ذاته ذاك معجون الاسنان اللي حطوه اللي فاكولتاتيف صح سي هذاك لاكسيون بفرشات الاسنان سي لاكس دو سو بروسي هذاك لو بروساجون لوي ميم تحط اي معجون اسنان راح تكون ليفيكاسيتي نفسها شغل الفعاليه تاعها راح تكون كيف كيف ادي دوغري بالك مختلفه شويه دونك سي كي تكون عندك لا بون تكنيك بور سو بروسي اللي هي تقنيه صحيحه لغسل الاسنان تما لي راك في حاله صحيه. دوكا نرجعوا للسؤال اللي كنت طرحته لك عن اللثه وعمليه تقطيع اللثه ولا الانقاص من طولها وحجمها. الحاجه الاولى كيكون تشخيص من هذه الحاله عندنا سببين. السبب الاول كي تكون الشفات العلويه هي السبب معناتها الشفات راهي في حاله هي اللي في حاله علويه معناتها اللثه تاعك راهي سليمه والشفه قصيره عنده شفتين قصار عنده شفه قصيره. هنايا عندنا عمليه سهله اللي هي تقطيع واحد اللحمه لهنايا.
نكوبيوه تعاود تولي الموضع فوالا. في حاله ما اذا درنا ان تاست وتحكم مكانها فوالا تحكم نقطعوا لها فوالا وفات هذيك اللحمه هي اللي الانفاش اللي تكون في بلاصتها. اوكي اذا ماشي الشافات هي السبب تما عندنا عمليه حسابيه نحسبوا كميه اللثه اللي هي زايده ونديروا سوا دوك عندنا خيارين عمليه جراحيه لتقطيع اللثه ولا بالليزر فوالا هي نفس النتيجه نفس النتيجة ولكن الليزر عندك آلام خفيفة ما تحسش بالآلام فوالا الليزر يمد آلام عنده نجاعة كبيرة دو أن في الآلام ودو في لا سيكاتريزاسيون معناتها اللثة تبرى بلو رابيد. وشحال يقعد المريض ما ياكلش بفمه ولا بسنانه ما يشربش سخون ما يشربش بيريود دو اون سومان هكذاك ومن بعد خلاص من بعد يقدر يعاود يغوبخون سون ريتم. بالنسبه دكتور لالوان اللثه هل تدل على امراض؟ لانه كاين اللي عندهم اللثه غامقه كاين فاتحه صح. ما هو اللون الطبيعي اللي يدل على انه اسنان سليمه؟ فوالا الوغ اللون سي فو بارلي دو لون اثنيك زعما كيما نقولوا حنايا اون بيرسون بغون عندها لثه غامقه هذاك لون طبيعي. اللون اللي نحكوا عليه على اساس صحي ولا مريض لون صحي سي ان غوز بول سكون ابل وردي وردي فاتح ومام كي تقيس اللثه ما كاش نزيف. اللون باثولوجيك ولا المريض هو احمر قاتم فوال هو ونشوفوا اون لين بيان ديفينيك شو الخط احمر ما بين السن واللثه و اي سو بروبونش بمجرد العلاج يختفي اللون يعني ما يبقاش افيك ان سامبل ديتاكتراج اون او دو سيونس ان بون نيتواياج ونوجهوا المريض فيغ اون بون تكنيك سي بون ملي يكون عندنا دي ريزولتا رابيد. دكتور ولي يعانيو طول حياتهم من مشكل سيلان دم اللثه واش يكون العلاج؟ العلاج هو دي ديتاكتراج فريكون عندنا شاك 6 موا ولا شاك 3 موا على حسب المريض وليجيان تاعو. لو كان حنايا نديروا علاج بالتنظيف نحو الجير والمريض يقعد في هذيك ليجيان دو في العيانه ولا عندنا زعما ما ينظفش مليح ولا عنده عادات سيئه مثل التدخين ولا ما راحش تكون نتيجه حيقعد في هذا المشكل لحياته كامل. دونك دكتور لو تهاون المريض ما راحش لطبيب الاسنان يعني وتفاقم الوضع صرا فيه مضاعفات ما هي كما يقولوا اقصى المضاعفات اللي توصل لها اللثه كيفاش يكون تاثير؟ هذه سي اون بون كيستيون باسكو دون سامبل جانجيفيت ولا التهاب لثوي نقدر اون بيغ لي دون كاريمون باسكو الدعامه اللي هي تحت اللثه هو العظم. إذا الالتهاب يمس العظم العظم راح يروح اوتوماتيكمون عندنا تحرك اسنان واذا لحقنا شغل المستوى تحرك عالي سي ليكستراكسيون دونك سي قلع السن وهو اللي كي يكون عندك اون موبيليتي اكستريم تي اوبليجي دونك. دكتور حكينا على تقطيع اللثه الناس اللي عندهم زياده في اللثه والناس اللي يعانيوا من نقص في اللثه يمكن زراعه اللثه؟ يمكن الو هنايا سي كيك شوز دو بلو سبيسياليزي على جراح الاسنان لو جينيراليست هنا لازم باودونتولوج نقدروا نحكموا كاين دي ريجيون وين نقدروا اون بريليف بلا جنسيف فوالا ونديروا جراحه ونزيدوا اللثه. مي هنايا لو بورسونتاج تاع النجاح الي باسيون ديبوندون لازم يعاود يولي الغسل الطبيعي تاعو يكون عنده نيكسون اونتيجين بور ايفيتي لي ريسيديف باش نعاودو نيفيتيو تكرار نفس الشيء خاطر لو كان نزرعوا له اللثه يعاود يولي نطيحوا في نفس النتيجه. في بعض الامراض هي اللي تسبب التهاب في اللثه امراض مزمنه ممكن مثل مرض السكري عندهم وي اي سون بلو سونسيبل فوالا اي سون بلو سونسيبل ا ديفلوبي دي جانجيفيت. ذكرت قبل قليل المراه الحامل قلت انه بسبب التغير الهرموني اللثه قد تلتهب هنا راح يكون في علاج خلال فتره الحمل ولا تستناو حتى وضع الجنين؟ اون جينيرال في فتره الحمل فو سويفغ دو ان لي ريكومونداسيون تاع الطبيبه تاعها اللي هي تسويفي تاعها مي اون جينيرال لو ديتارتراج ما يضرش. الحاجه اللي اوني انتردي دو فير سي لي راديو فوالا هي الاشعه مي كي يكون التهاب موضعي سهل التشخيص زعما التهاب سهل ولا عندها نزيف ولا اون اونتروتيان اون اتوندون تكمل الحمل تاعها. مي هو اون جينيرال التغير الهرموني ماشي غير الحمل يمكن يكون في مراحل اخرى. كاين بزاف الناس اللي فمهم يريح اكرمكم الله المشكل يقدر يكون من اللثه؟ وي سي ان بروبليم تري سيريو هذا اللي يعانوا به بزاف الناس دايوغ سي اون بون كيستيون يمكن تكون اللثه ولا تراكم الجير سي واحد منهم اون جينيرال سي لي دو.
Les autres, oui. Mm-hmm. En général, c'est les deux. Il faut faire un nettoyage général et un détartrage pour un ébche naqsou. Et dès qu'un sabab, هو الثو الاسنان يمكن يكون بسبب سبب اخر ممكن يكون زعما مثلا ليزونجين عندنا ان موفيز الين انت فوا ان دياغنوستيك سوا سي الدونتيست لي كي لو بوز يقول لك بلي هذا سي لازم لك ان نيتواياج ولا سي لو ميدسان جينيراليست ولا سبيسياليست تقدر الناس تكون تتحسس من نوع من الانواع اللي تصنع بها التركيبات ولا حتى الزرع على بالنا بلي كاين السيراميك الزيركون وفي الزرع نسيت الماده اللي تستعملوها في سي لي زامبلون في لي زامبلون نسيت الماده هل ممكن تكون فيه حساسيه؟ اون جينيرال نو هادو التركيبات الثابته حنايا لازم ما تكونش كاع كامل حساسيه سواء في السن ولا في خاطش التركيبه بحد ذاتها هي تغليف للسن كسوا تشي ديفيتاليز لا دون نو ما لازمش تكون عندك حساسيه ميم كي نديرو زراعه كما قلتي الاخت بلامبلون رانا زرعنا ان كور انيرت في العظم دونك اوتوماتيكمون ما كاش الام اذا كانت الام تكون من اللثه شكرا لك دكتور سيدي ابو مدين نورتنا بحضورك وطلالتك حبينا كثير مرورك معنا واستفدنا من خلال تواجدك وكل التوصيات اللي مديناها لكل مشاهدينا ان شاء الله تكونوا قضيتوا على كل انشغالاتكم حول مشاكل اللثه انشغالات اخرى عندكم في مواضيع اخرى مازال عندنا العديد والكثير من الاخصائيين راح ينورونا باطلالتهم وحضورهم في برنامجنا الصباحي صباح الشروق نغم جميل نستمتع به بصوت الفنانه لغا فابيون خلاله عن محلات نوستالجيا الزمن الجميل اللي تلقاو فيها ذكريات الصغر ذكريات الصبا ذكريات الطفوله وحتى المنتوجات مميزه يعني تختلف عن المنتوجات الحاليه صح وراح نشوفوا هاد الشيء لطفي في تقرير زميلتنا اكرام مقراني راح دينا في جوله لاحد محلات الزمن الجميل وعند عمي محمد بظلامه مغبره تعطينا حلاوه راح نشوفوا مع بعض ولينا عوده يلا هنا ببلديه حسيني بالعاصمه بالضبط في حي تريبولي يلفت انتباهك دكان قديم لم يكن مجرد بناية وإنما مكان يحمل دلالات ورموز عميقة من السبعينات 1970 عندي حوايج قدام ما عندي كيما هذو ما بقى استحداث تاع زمان عندي شوية صوالح كيما نستر هذا هذه تبعد على الخيط فيها ليباري فيها مقص فيها الخيط كان عندها 15 كان عندها 20 كان عندها 5 كل وحدة والأخر تاعها هذا القديمة كان بزاف صوالح مانيش نوريها منك كاين كيما نقولوا هذا بقرات كاين هذه التصويرات 72 نهار رحت لفرنسا كان في عمري 18 سنة هذوما من 82 هذه عندها من 1992 هذه جديدة هذوما تطرى فندو مجرد دخولك الدكان تستثنيك رائحة تعود بك إلى الزمن الجميل لتجد عمي محمد يتربع على عرش المحل الذي يفوق عمره ربع قرن. هذه تاع بابا ما تبانش مليح. أما هي؟ تاع الشيخ الله يرحمه هذه كبيرة. الدخل. كبيرة تاع بكري تعمر بلا ليبيد. إيه كاينين هذو. دي فوا نجي دي فوا كاين دي فوا ما كاينش نحب نطرد العشية ونجي رايح. نهار دارونا طراموي هذا هلكونا. ما كانش طاشيرمون ما كان والو كان مشتريه قلت انا ما توريش تاع جديد اعطيني غير القديم سا ديبو يخيروا ما يحوسوا كيما البارح جات واحده دات واحد السيرفيس تاع لي سالير عنده واحد 15 اون بكري كانت بصح ما كانش انا ناقص طيس طيس لي فري مزيان ما نشتري ولا حاجه الراجل كون جات سيرفيس جاني رحت أدوات ولوازم قديمة غطاها غبار السنين لكن المحبة بين الصديقين عمي الخضر وعمي محمد تجاوزت حكاية الزمن لتلتقيا في مكان عتيق بك صدق من اللي كنا صغار من اللي كنا دريرين نقراو في المسجد حتى اليومين هذا نحكي لك هذه من 1965 حتى لدرك نجي لهنا لوساندي ونزور عمي محمد ونحكوا على الفوتبال عندنا كيف راهي والاخر وتحكوا على كل على هموم الدنيا هذه كيف راهي تزيد وتنقصوا هذه هي حتى المغرب هكذاك بعد المغرب كل واحد يروح لداره وحبيب الحبيب واش يتمنى له يتمنى له الخير وما انتم تتمنوا له غير الخير تركنا المكان يلفه الغبار انه غبار الزمن غبار الذكريات ذكريات عمي محمد في دكانه بحي طرابلس من أحياء العاصمة الضاربة في القدم.
نشكرك كرام وقراني زميلتنا على هذا الجولة داخل هذا المحل العتيق اللي شفناه مع بعض، نوستالجيا الزمن الجميل، نستذكر من خلالها ونسترجع ذكريات الطفولة، ذكريات الزمن الجميل. كما قلت حابين أنكم تشاركونا من خلال تفاعلكم عبر رقم التليفون، نستذكر مع بعض ذكريات الصبا، ذكريات الطفولة، محلات ربما نجد فيها مقتنيات بقدر ما نلقى ندرة في بعض الأشياء والمقتنيات، بقدر ما نلقى فائض من المشاعر ربما والنوستالجيا التي نعيشها داخل بعض المحلات. والعمل الاجتماعي ضروري جدا، العلاقة بين البائع والزبون كان عندها ميزة وخاصية تختلف ربما عن العلاقات التجارية الحالية، صح؟ صح لطفي. والعلاقة أيضا كما قلت إنسان يبحث تكون بين البائع والمشتري، صحيح. وخاصة لو كان هذا الشخص هو مؤلف كتاب لطفي، صح. ويلتقي بقرائه في مكان، تعودنا في الجزائر وإن دائما يكون هذا اللقاء في سيلا أو المعرض الدولي للكتاب، وطبعا راح يكون الحديث عنه الرجعة أو عدم الرجعة، نعم رجعة وعدم رجعة وتأجيله ولا ندري إلى متى. طبعا التفاصيل كلها راح تكون في فقرة زميلنا محمد موفق أغريكولتور بعد هذا الجينجل. زوم آر إذا صباح الخير إيمان، صباح الخير لطفي، صباح الخير كل المشاهدين. في فقرة زوم آرت اليوم مشاهدين راح نديروا زوم على عالم الكتاب والكتابة، وكما كنت قلت أكيد راح نتحدث عن عودة المعرض الدولي للكتاب بعد غياب دام عامين، لكن المشكل أنه فيه بعض دور النشر لها الطالب بتأجيل هذا الحدث الثقافي، لكن احنا باش أكيد نتحدث في هذا الموضوع لازم يكونوا حاضرين معنا أهل الاقتصاد. هو حاضر معنا سي جمال سايس مدير دار نشر كليك وأستاذ جامعي، مرحبا بك سي جمال. مرحبا بكم وشكرا جزيلا على الاستضافة، ومن خلالكم ومن خلال حصتكم ونيابة عن زملاء الناشرين أحيي جميع المشاهدين في بلادنا العزيزة. مرحبا بك سي جمال. إذا شفنا أنه المحافظة مدت تاريخ عودة المعرض الدولي للكتاب في طبعته 25 اللي راح يكون من 24 إلى 31 مارس، وشفنا فيه منظمة الوطنية للناشرين، مجموعة من الناشرين اللي ما ساعدهمش هذا التوقيت وداروا بيان اللي قدموا فيه بعض التوصيات. أنت كمدير دار نشر وأحد المشاركين في المعرض الدولي للكتاب، كيفاش شفت هذا البوليميك نقدروا عليها او الضجه اللي شفناها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ولا حتى بعض الوسائط الاعلاميه؟ شكرا على اتاحتكم لهذه الفرصه لكي نتكلم عن هذا الموضوع. اولا ممكن ان اذكركم بان الطبعه 25 تم تاجيلها لانها كانت مبرمجه في شهر جانفي، وتم تأجيلها بسبب الجائحة، وتم تأجيلها للتاريخ اللاحق اللي ذكرته سابقا. الأعذار التي أعطيت لا أراها منطقية، وبالتالي أنا أذكرك فقط بأن معرض القاهرة تم إجراؤه في وقته، معرض الدوحة، معرض العراق، معرض الكويت، معرض تونس، معرض الشارقة، معرض الخرطوم، لماذا يتم تأجيل معرضنا؟ المعرض هذا أراه تحدي، تحدي للمشهد الثقافي في الجزائر الذي هو الآن في سبات عميق، وهذه فرصة لحل حالة هذا المشهد. وأنا من خلال حصتكم هذه أحيي التحدي الذي يقوم برفعه فريق التنظيم لهذا المشهد وهذا العرس الثقافي الذي ينتظره المؤلف والقارئ ودار النشر بكل
بكل حرارة. لأن سي جمال أنا نقاطعك، لكن لو كان نولوا للبيان كان فيه بعض النقاط اللي نقدروا نشوفوها منطقية. الأولى التوقيت اللي شافوه غير مناسب، الوضع اللي رانا نعيشوه، البروتوكول الصحي، وتغيير رزنامة العطلة، لأن حديثنا عن المعرض الدولي للكتاب ما يكونش العاصمة برك، وإنما يجونا من كل مناطق الداخلية أكيد، ونشوفوا أنه تزامن مع العطلة، وآخر أسبوع اللي الناس تحضر من مارس، ونعرفوا أنه رمضان على الأبواب، والناس تحضر لرمضان روحيا وحتى ماديا. وتقول لك انا جو بريفير نروح نوجد لرمضان وما نروحش نشري كتاب. شكرا جزيلا سيدي. هناك جماعه تطلب تاجيل الى وقته العادي اللي هو في اكتوبر. يا سيدي لماذا تعاقب الناشرين الذين هم جاهزون لهذه الطبعه؟ انتظر طبعتك اذا كنت تنتظر شهر أكتوبر. لماذا تعاقب هذا الناشر الهمام الذي يحاول قدر الامكان ان يظهر انتاجه كتبه؟ لماذا تحاول معاقبته؟ يا سيدي لست جاهز، انتظر الطبعه. لماذا كل الدول سيدي الكريم احتفظت بالوقت واحترمت أوقاتها واحترمت أجلها وأقامت معارضها؟ لماذا فقط هذا المتنفس للمؤلف، نلتقي به بمؤلفنا بقارئنا بمثقفينا، لماذا تحرموننا من هذا اللقاء الذي أراه محفزا لحلحلة المشهد الثقافي، اللي هو حلحلة للجانب الاقتصادي، لأن بثقافة سنحاول أيضا حلحلة الاقتصاد وليتحرك الاقتصاد. ولولا هذا التحدي سيدي لفريق التنظيم لما استطعنا ولن نستطيع. متى نعود إلى حياتنا العادية إذن؟ متى إذا كل مرة سنقوم بتأجيل متى سنعود إلى حياتنا؟ أستاذ جمال ما تنساش أنه الوضع الصحي أثر علينا أكيد من ناحية المادية والاقتصادية. دور النشر اليوم تعاني أنها تروح تستأجر جناح، ممكن ما عندهاش التكلفة والمصاريف اللي باش تقدر أنها يكون لها جناح مخصص، لهذا طالبوا بمجانية الأجنحة. وش رأيك في هذه الإشكالية؟ شكرا سيدي. هذا مشكل آخر سيدي. تطلب مجانية المشاركة بشرط أن يكون مجانية الجناح، هذا تناقض بناء على الوضع اللي رانا نعيشه سيدي الكريم. هناك هذا مشكل آخر، التأجيل وطلب مجانية، كيف يا سيدي؟ إذا كان الجناح مجاني سأشارك، إذا لم يكن مجاني هناك لعل وعسى. هذا جانب آخر، نقطة أخرى يمكن مناقشتها مثلا مع تأجيل الدفع مثلا، وليس تأجيل العرس الثقافي الذي ننتظره على أحر من الجمع. هل اليوم نتحدث على طبعة رمزية مع أنه احتفظنا بدورة أكتوبر وتبقى علامة الاستفهام مطروحة، لأن الوزارة اليوم متحفظة وفيه مشاورات مع المحافظة، ممكن نقدر نقول فيه نسبة تغيير الموعد؟ سيدي الكريم، أولا هذه الطبعة أقول بأنها طبعة جريئة وتحدي. لا تنسى بأن هذا العرس هو عرس دولي، وأني أذكرك بأن معرض الجزائر هو ثالث أو رابع أكبر معرض في العالم بعد معرض فرانكفورت ومعرض القاهرة. سيدي الكثير من الأجانب أكدوا مشاركتهم، سلعتهم وكتبهم أكيد في البحر كما يقال، فكيف سنقابلهم؟ كان واحد نقطة، احنا دائما حتى في الطبعات اللي سبقت نقولوا انه راح يكون في بعض الدول المشاركة، لكن لما نروحوا للمعرض وإحنا كصحفيين ونتحكوا نشوفوا انه كانوا برك مكاتب لهذا الدول هنا في الجزائر هما اللي يكونوا مشاركين في المعرض الدولي للكتاب. واليوم انا نشوفوا الجائحة، المشكل تاع المطارات، نعرفوا انه فيه فتح للخطوط الجوية، لكن بعض الدول مازالها تعاني من مشكل التنقل. أذكركم سيدي بأن حلحلة المشهد الثقافي كما ذكرتني بالمطارات وبالنقل هو أيضا حلحلة للجانب الاقتصادي. لازم نأخذهم بعين الاعتبار لأنه وضع نعيشه. لا يمكن أن نؤجل في كل مرة، لا بد أن نقابل مشكل، لا يمكننا أن نتهرب دائما من مشكل ما. ثم سيدي نحن لن نعاقب الناشر
الذي يريد إظهار من توجهه، يريد الترويج لكتابه، يريد الإعلان عن مؤلفيه. جاتنا فرصة لابد من استغلالها إلى أبعد الحدود. اليوم أنتم كدار نشر ونشوفوا أنه إذا تحدد الموعد هدايا وكان العرس جرى في أمور العادية، أذكر راح تكون بين المشاركين؟ أنتم تعودتون أنكم تكونوا حاضرين. سأكون أول المشاركين ولن نترك هذه الفرصة تمر بدون استغلالها. هذه الفرصة هي متنفس لكل ناشر سيدي الكريم، ولا أعتقد بأن سنكون بدرجة من اللاوعي إلى درجة أن نفقد أو نترك فرصتنا تمر بدون استغلالها. إذن نواصل حديثنا. لطفي وإيمان يمكنكم التدخل إن عندكم أسئلة أكيد فيما يخص. أنا حبيت نرجع للزمن الجميل لأنه اختمنا الموضوع الحديث عن المحلات القديمة. معروف أنه في كثير من المكتبات للأسف تم غلقها إلا القليل. صح. اللي ما زالهم محافظين على كتب ربما وإصدارات ومنشورات تعود إلى زمن بعيد. صح. في ظل هذا التطور التكنولوجي، القراءة الإلكترونية وغيره، صار فيه ربما عزوف نقدر نقوله. صح. 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 كيفاش راكم تواجهوا هذا الـ هذا الـ هذا الركود ولا الابتعاد عن المقروئية الورقية؟ سؤال في محله، سؤال في الصميم. سيدي الكريم، أغلب الدور النشر أو كثير منها الآن صار يواكب بين الإلكتروني والورقي. صار يستغل هذه المواقع التواصل الاجتماعي، يوتيوب، فيسبوك، وهلما جرى، والتنسيق مع الأساتذة، مع الناشطين، لتأليف كتب مثلا حتى يكون تجاوب والتناسق والتناغم، ويمكن التسويق بشكل ذكي لأعمالهم. وقد لاحظنا ذكاء في استعمال هذه الخاصية، بحيث الكثير من دور النشر التي استغلت هذه الخاصية زادت أرقام أعمالها بذكاء، وزاد عدد قراءها لما يملك هذا اللي عندهم مواقع، هذه المؤثرين، من تأثير على طلبتهم، على قرائهم، مما زاد من حجم المبيعات. لكن سيدي الكريم، هناك مشكل عويص لابد أن نتطرق إليه. الآن الورق الذي كنا نشتريه ب 160 دينار للكيلوغرام صار يباع ب 300 دينار، ضعفي سعره. هذه المشاكل اللي يعانيون منها دور. هذه أكيد. هي المشاكل الحقيقية. المادة الأولية. المؤلف لي يطلب 100,000 نسخة، لا يمكنني إلا أن أطبع 500 نسخة. الغلاف الآن، الورق المقوّل يستعمل الغلاف غير موجود الآن. صح. الأحبار، العتاد المطبعة، أسعاره تضخمت. وش هو السبب؟ الحد من إنتاج الورق نظرا لربما عزوف عن القراءة، ولا تشوف أنه بالعكس زاد الثمن من أجل ربما تحفيز البحث عن الكتاب بجودة عالية؟ سيدي الكريم، أولا مع الأسف الشديد بلادنا مع الأسف الشديد لا تنتج الورق، مع الأسف الشديد. كل المركبات إنتاج الورق مستغان مبابع لي كلها متوقفة. الورق زاد سعره عالمي، لكن ليس بالشكل الذي، ليس 100%. يعني الورق اللي مديور للطباعة، الورق، نعم، ورق طباعة. نعم، ورق طباعة. صح. المعادلة هنا ماهيش، لأنه الكل يشتكي يقول لك الكتاب ما عادش فيه إقبال على الكتاب الورقي. علاش يزيد ثمن الورق في حين ما كانش كتاب ورقي؟ صح. كي نروحوا لطفي احنا مثلا المعرض الدولي للكتاب ونشوفوا هذاك الاقبال ونشوفوا عكس المعادله، وانتم كذا نشركم حاضرين في المعرض الدولي للكتاب، في اقبال على اقتناء الكتب سيختو في العرس الثقافي للمعرض الدولي للكتاب، لكن الاقبال لا يعكس المقروئيه. صح. اكزاكتلي. المقروئيه شيء والاقتناء الكتاب شيء، لانه نصيبوا زحمه، نصيبوا جمهور. صح. زحمه وجمهور، لكن وراه اللي يروح يقتني كتاب ويشري اكثر من كتاب، نشوفوا الناس بلي ساشي، لكن المقروئيه كما
بالمال اكزاكتومون. انا اؤكد لكم من خلال انتم مثلا كدار نشر اليوم راكم مشاركين بشحال راح يكون عدد الكتب اللي راح تشاركوا بها او الاصدارات؟ حوالي الكتالوج تاعنا حوالي 500 عنوان. اقول لاخواني من خلال منبركم بان القارئ الجزائري ذواق سيدي الكريم. الان القارئ الجزائري يختار المنتوج الجميل المنتوج اللي ممكن ما فيش اخطاء. لكن استاذ استسمحك باش تحفزوا جيش الكتاب. نعم. المفروض ينقصوا في الاثمان لانه في عزوف على المقروئيه. صح. انا باش نرجع المقروئيه لازم. نعم. ننقص في سعر الورق اللي نطبع فيه، ننقص في سعر النشر الكتاب وغيره باش نعاود نرجع للقارئ. الناشر سيدي الكريم او المطبعي يقتني الورق من عند المستورد، المستورد لا يهمه المقروئيه. صح. سيدي الكريم يهمه ما يدخله في جيوبه سيدي الكريم. هنا هذه قضيه وطنيه، هذه لابد من وزارتنا والوزاره الوصيه ان تتخذ قرارات جريئه لمساعده الناشرين، لمساعده. صح. المطبعيين. لا يمكنكم معرفة عدد المطبعيين الذين أغلقوا مطابعهم في هذه المرحلة. صح. عدد الناشرين الذين أغلقوا محلاتهم في هذه المرحلة. وبالتالي على الوزارة الوصية أن تقوم بما يجب لكي تحفز الناشرين وخاصة المكتبيين سيدي الكريم. كثير من المكتبيين اغلقوا وفتحوا دي فاست فود مع الاسف. وحنا نشوف انه في المعرض الدولي للكتاب مش الكتب وانما فيه ندوات على الهامش. لا حبذا مثل هذه المواضيع انها تناقش على الهامش بحضور اهل الاقتصاد. هكا ممكن نسلطوا الضوء على كما كان يقول لطفي على العزوف عن ثمن الورق والماده الاوليه، وهذه تكون بالتعاون معكم انتم كناشرين. أذكرك بأن كل هذه المعلومات، كل هذه النقاشات تم التطرق عليها، لكن لازم القرار السياسي سيدي الكريم، لازم الوزارة الوصية تتخذ القرار. البارحة فقط تم إلغاء ضرائب على يعني بقرار سياسي، فليته يعني سنقوم بنفس الشيء بالنسبة للكتاب. سي جمال الحديث كان معك شيق اكيد، احنا الوقت داهمنا. انا برك في النهايه لو كان توجه رساله اكيد الناس كامله عم يتابعوا فينا بخصوص المثقفين فيما يخص مجال الكتاب والكتابه والمعرض الدولي للكتاب. والله من خلال قناتكم ادعو جميع المثقفين، جميع القراء، جميع الناشرين للمساهمه في انجاح هذا العرس سيدي، لأن إنجاحه هو بداية حقيقية لحلحلة هذا الجو اللي هو في سبات يعني مع الأسف الشديد. كما أغتنم الفرصة وأترحم لأن في هذه الفترة. صح. فقدنا الكثير. صح. من الناشرين. فقدنا عبد الله صاحب دار الإمام مالك، فقدنا قرفي ربي يرحمه، فقدنا العميد بن زكور، فقدنا بن مرابط، فقدنا السائحي رحمه الله، فقدنا مدني، وبالتالي رحمة الله عليهم وأستسمح ذويهم لنسيت ما ذكرتهمش، ونرجو من الله أن يتغمدهم بفسيحة جنان إن شاء الله. وإحنا لنا موعد أكيد مع المعرض الدولي للكتاب إن كان نظم في ما بين 24 إلى 31 مارس، هكا تكون لنا مواكبة للحدث بتغطيات وكذلك مباشرات من المعرض الدولي للكتاب الصنوبر البحري إن كانت فيه طبعة أكيد كما قلنا عليها طبعة رمزية. شكرا. مرحبا بكم في جنائنا من الآن. شكرا 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 لكم شكرا لضيف الكريم. شكرا لك محمد. مشاهدينا راح نلقى الفاصل من بعد واجهين تفضلوا. في كل فقراتنا ومحطاتنا التي نفيد من خلالها احلى جمهور ونستفيد اكيد من حضوركم المميز من خلال تواصلكم تفاعلكم عبر رقم التليفون او حتى من خلال صفحتنا الرسميه الخاصه بقناه الشروق تي في او حتى برنامجنا الصباحي صباح الشروق. مكملين مع الشيف بهية في استعراض مطبخنا الصباحي لنهار اليوم. اطباق عالميه
متعودة أنه تحضرها لنا شبهية اللي ما تحبش المزلوف وما تحبش دوارة. لك صحة. صارت لي ميرسي بو لا ستوري. مرحبا شيف. إذا ورانا لاحقين؟ هم يطيبوا في الفوق هذاك لي ليغوم تو لي كروستيون تاني هم يطيبوه قريب يوجدوا. أنا الكوليس سبقت فيه باسكو لازم يبرد. أوكي. دونك إلي بخي. أو شاهي ما شاء الله اللون تاعو داي لون الفراز. برافو ربي يحل ايامكم ان شاء الله يا رب شاهيناكم من الجنه. اي توصيه اي انشغال مرحب بها في برنامجنا الصباحي صباح الشروق. اي توصيه اي انشغال في الجانب او الشان الاجتماعي يمكن انكم تتفاعلوا معنا من خلال تليفون اذا اسفل الشاشه. الاستاذ عبد القادر حمويه الخبير في الشؤون الاسريه والاجتماعيه حاضر معنا للاجابه عن كل تساؤلاتكم وانشغالاتكم. نعملوا جينجل ولا بنعملوا جينجل؟ بالجينجل يلا تفضلوا. اهلا وسهلا بالجميع اللي هداو نلتحقوا بنا. نقول لكم مرحبا بكم على فقره الاستشارات الاسريه اللي طبعا تكون بحضور استاذ علم الاجتماع الاستاذ عبد القادر حمويه. صباح الخير استاذ. اهلا وسهلا بك. صباح الخير. يا اهلا وسهلا. الله يطول عمرك خالص فيه دائما مع الزيتون. بياتني اول ما دخل كان مرور جميل في المطبخ صباح الشروق. حبيت نشوف وراي لاحقه ما لقيت والو لقيت غير الزيتون وكليت. ما خليتش ما الزيتون. صحتكم مشاهدينا لهذا ويناض. صحه النوم صحصحوا معنا مليح لانه عندنا الكثير من المواضيع راح نعالجوها مع بعض اكيد بتفاعلكم من خلال تساؤلاتكم وانشغالاتكم اللي تطرحوها على المباشر. رقمنا في خدمه الجميع يظهر اسفل الشاشه. اذا مرحبا بك. بداية دائما معك تكون من خلال موضوع ملفنا الرئيس. أوكي. اليوم فضلنا الحديث عن المحلات القديمة اللي تدينا الذكريات الصغر والصبا نعيش نوستالجيا زمن جميل من خلالها. وحكينا أكثر شيء عن العلاقة الاجتماعية اللي كانت بين البائع وبين الزبون. ممتاز. اللي بدات تضيع حاليا وتغيب. العامل التجاري صار يطغى على العلاقات بين 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 البائع والزبون في حين في الماضي كانت علاقه اخويه كانه فرد من افراد العائله. نروحوا نشريوا عليه بالكريدي. صح. عندك ما عندكش تدي. صح. كان مول الحانوت يعرف كل شخص باسمه اللي عنده اللي ما عندوش هو مفهوم الاسره بدا يضيق بكري كان واسع. صح. كان يتسع ل 40 جار منا 40 جار منا 40 جار منا يعني حتى القريه كانت كلها اسره. اسمح لي باش نوسعوا المفاهيم. احنا اسرتنا ممتده الى ابعد الحدود. مشاهدينا من كل ربوع الوطن حتى من خارج الوطن عندنا اتصال هاتفي نديروا مع بعض نتعرفوا من خلاله عن المتصله او المتصله وحتى على الانشغال. اهلا وسهلا. اهلا صباح. صباح النور. وش راكم لاباس؟ لاباس الحمد لله. معك ام ايمن من بسرة. يا اهلا وسهلا. محظوظين اليوم بناسنا وحبابنا من بسكره. ثاني اتصال من بسكره. بكراكم منورين ثلاثه. تحيه للاستاذ اللي معكم. نور كل نور. مرحبا بك ايضا استاذ. مرحبا بك. عندي برك انشغال لك حد يعني مع بلادي بتعامل مع بلادي هكا شويه. راه معك الاستاذ تفضلي بسؤالك. صباح الخير شيخ. صباح النور. مرحبا استاذه. يعيشك. شيخ ليه عندي طفل هكا يقرا سنه ثالثه. وشوية كي يخرج برا تصرفات زيد وبالذات زيد كي يكون برا كي يكون يقرا. هو شغل ما يخاف مني. يخاف منك. يخاف منك انت. وكي يخرج يعني نوصيه وهذاك هو ساعات المدرسه كيما نقولوا معايا تليه هو يدير لك مشاكل برا البيت. فهذا مع الولاد برا مع وجود عنيفه برا. وكيما نقولوا رده الفعل نتاعو ماهيش عنيفه طول كيما نقولوا حتى مباشره تقول له تحت تحت. وفي البيت وفي البيت بالعكس. قدام هو العاقل. صح. هو العاقل في الدراري. يعني هذا كيما نقولوا من كيما نقولوا من تصرفي انا معاه ولا كيف؟ اوكي. يعني يشتكيو منه بزاف الجوارين. كيف؟ يشتكيو منه بزاف الجوارين يشتكيو لك. لا ما يشكوش منه بصح انا لاحظ فيه يعني هو يعني صراحة أنا ما ننتقدو ياسر. تنتقدوه. تنبعث إيه من خوفي عليه نتبعو. تبعي هو بقى يتبعي فينا راح تلقاي الإجابة مع الأستاذ.
شكرا. ان شاء الله ان شاء الله تعطيني نصائح ممكن نهضر كيف نبدل تصرفي معاه. اكيد اكيد راح تسمعي الجواب. شكرا لك. شكرا ربي يبارك فيك وان شاء الله راكم ناويين تشاركوا ربي يكون في عونك. الله يحفظك. سلمى للجزائرية. الله يخليك. شكرا على اتصالك. شكرا لك. شكرا. مبروك. انا الشيء اللي فهمته يعني من خلال انه ولدها في البيت يعني وكانه وديع وعاقل ولطيف وطيب مهذب وخارج البيت يعني يقفز والجيران ما يشكوش منه هذا اللي فهمته. كانت تلاحظ صحية لحظة لاحظ اللي عنده حركية ونشاط وكذا ومنها بصراحة يعني باش نكونوا في الأولياء لازم ينتبهوا إلى أنه الولد الساكن الهادئ فوق العادة هذاك حالة غير طبيعية. بالعكس الأصل في الطفل أنه مشاغب أنه يتحرك أنه يقفز أنه يروح. احنا وقتاش نتكلموا على الحالة المرضية في هذا الحال هناك يكون عنده فرط في الحركة يكون عنده زيادة فوق العادي يكون عنيف مثلا حتى مع المقربين له اللغة تاعو مثلا تكون عنيفة هنا اللي ممكن نتكلموا على معالجة. لكن إذا كان في الحدود تاع الطفولة عادي يعني يقفز ينشط يجري يلعب يتقول ردوده عنيفة شوية لغته ردة أفعاله عنيفة في الخارج ردة افعاله عنيفه دوك ما هي تقدير ويخطها ممكن ممكن هنا ممكن هنا مثلا ناخذوه عند 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 كيما يقولوا بسيكي كيما يقولوا يشوف ايه يشوف يقدر. لكن تقديرها كون تقييمها انه عنيف او كذا هذا تقييم تاعها هي. ما يقدرش يكون ربما الضغط اللي تضغطه داخل البيت يخافها قالت لك ربما يحب يخرج هذاك الخوف في الخارج ممكن ويعكسه ممكن. لكن في الجمله الطفل لما يخرج للشارع وكانه يلقى حريته فيتصرف على طبيعته يتصرف على ما دام ما يؤذي حتى واحد ما دام ما يؤذيش نفسه ما دام لا يسيء التصرف او الادب مع الكبار حتى لهنا التصرفات تاعو عادية يعني حتى وإن كانت فيها حيوية وحركية زايدة لكن هي عادية بالنسبة للطفل شحال في عمره 10 سنوات 11 سنة تقريبا يعني فأمر عادي. ممكن هي ما دام دارت الملاحظة ممكن تعرضه على امسيكولوج يشوف الحالة تاعو يعني يقدر والتقييم تاع البسيكولوج هو اللي يحدد هل هذه حالة مرضية ولا الحالة هذه شائعة. لو كان نرجعوا لطفولتنا كل قسم نلقاو فيه شلة ومجموعة من الأطفال اللي يكونوا هما المشاغبين هما المسيطرين هما اللي يحقروا باقي زملائهم. نكملوا في الفكرة بعد ما نديو اتصال هاتفي آخر معنا في هذه المحطة. ألو صباح الخير. الو صباح الخير. نقصي برك انت كرمتي نقصي من صوت التلفزيون انت كرمتي احسن انا نقص له مرحبا وسهلا. السلام عليكم. مرحبا وعليكم السلام ورحمه الله. شكون معنا؟ يشرفني باللي اتصلت بكم اليوم حمدكم. مرحبا بك نتعرفوا عليك من فضلك. ام ايه من درقانة. مرحبا بك ام ايه ده عندك تدخل تفضلي ومعك الاستاذ. انا ام ايه من درقانة عمي تبني الموضوع اللي كنت تعالجوا فيه اليوم والاستاذ وشرفني كما قلت لكم باللي اتصلت بكم حكمتكم اليوم يعني فرحانه بزاف. مرحبا. وعلى الاولاد انا هدران عندي بنتي شغل هكذا يا شغل عنيفه. شوفي امراه كم عمرها؟ نحس لها بلي عنيفه. قال لك الاستاذ شحال في عمرها؟ شحال من دخلها حنينه ولا بصح عندها العنف بزاف مع اخوها. السيده قالوا لها الدرار ام ايه تضارب. ام ايه كي تسمعي فيا؟ وهي صغيره يعني في عمرها 12 سنه. 12 سنه. نعم. اخوها شحال في عمره؟ نعم. اخوها شحال في عمره من فضلك؟ 16 سنه. 16 سنة أكبر منها. أخوها الكبير يعني فما أخوها الكبير. إيه أخوها الكبير إيه في الدرجة ترجع له الهدرة دي وهي تلحقوا بالله. صح. أنا عمي هي أخوها الكبير إيه 16 سنة في عمر أخوها. وهو ما يردش عليها ما يجاوبهاش عاقل معاها. الساعات على حسب الساعات يرجع لها. يعني مزيان ما يرجع لهاش. لا في الأغلب يعني البنات يشتكيوا من أخوهم الأكبر. يعني العكس. هلا هذه حل المعالجه عندي غير هما الزوج. ربي يحفظهم لك. ربي يخليهم لك. والله ما تتبلايش هي تلحقوا يعني يحبك نشوف علاش يعني هذا العنف اللي راح فيه. بالك تغير منه بالك انتم مقربين وليكم اكثر منها بالك.
ما يكونش هذا سبب؟ ممكن والد كل شيء والد. كنت نجاوب تعامل لهم انت بنفس المعامله بين زوج، ما تفضليش واحد على الاخر. للاسف يقولوا لي انقطع الاتصال. للاسف ان شاء الله تبقى تتابع فينا واكيد راح يمد لك الحاله. في الحاله كيما هذه البنت في عمرها 12 سنه ممكن هو الرعايه الزايده تكون يعني فشوها شويه وبالتالي عطات نفسها حصانة. نعم حقوق كما نقولوا وتجاوزت حدودها ربما حتى مثلا تتعامل بطريقه غير مهذبه مع اخوها اللي هو 16 سنه ماهيش يعني فرق كبير الراجل يعني هذا من جهه. ممكن ايضا حتى الاثار تاع الحمل تاع الام لما كانت حامله بها ممكن كان عندها حمل، حمل صعب شويه وبالتالي هذيك الانفعالات تبقى في الاخر. فاحنا واش نديروا مثلا في هذه الحاله البنت كيما هذه ولا الطفله كيما هذه في هذا السن نحاولوا نشغلوها نعطوا لها نستنفذوا هذيك الطاقه الزايده تاعها والانفعالات تاعها. نعم نعطوا لها خدموها الشغل ماشي شغل ماشي شغل الشغل اللي تحبوا الشغل اللي تحبوا هذا هو الفرق. الشغل اللي تحبوا نستنفذوا الطاقه تاعها في النشاطات اللي هي تحبها ممكن رياضه ممكن مانيش عارف انا ممكن فنون معينه ممكن هوايات معينه تمتص هذيك الطاقه تاعها وبالتالي تبعدها على الاحتكاك على البحث على كيما نقولوا تنقريش هذايا وتضارب مع فلان وتدير مشاكل مع فلان. عموما في الجمله هي سان باساج تصبر معاها تحاول تشغلها تحاول تستنزف الطاقه تاعها كما قلنا بنشاطات صناعه يدويه ربما نشاطات رياضيه ربما اي حاجه اللي في سن المراهقه ايضا. نعم. هذا هو وراه يتعيش هذه التحولات هذايا لانه بالنسبه للبنت ماشي كما الذكر فهي تكون ممكن كما نقولوا متقدمه وبالتالي نحتاج فقط انه نخفوا من الخسائر فقط ونمشيوا معها راح توصل لواحد المستوى وين تعاود تريح ان شاء الله. استاذ ناخذ مكالمه اخرى نقولوا له صباح الخير. صباح الخير. صباح النور. اهلا مش رايكم لاباس؟ والله الحمد لله بس خير الحمد لله. معكم ايمان من باب جراح. مرحبا بك اهلا وسهلا. الله يسلمك حبيبي برك نهضر مع الشيخ. تفضلي تفضلي ايمان ومعك. يعطيك الصحة استاذ صباح الخير. صبحت عليك بالخير استاذ. الله يسلمك صباح النور صباح الانوار. استاذ يعطيك الصحة قريتني كنت عندك تلميذة في الجامعة. ايه الله يبارك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الله يسلمك. قريتني في الجامعة تاع باش جراح. الله يبارك فيك ما شاء الله ما شاء الله الله يسلمك. كما نقولوا خيرك ما نساش. الله يجازيك خير ان شاء الله. مش علمتنا في الجامعه انا دوكا اللي نعلم فيها في وليدي. الحمد لله الحمد لله. كان هذا هو برك التدخل تاعي وربي يحفظك ويحفظ ربي يبارك فيك ان شاء الله. ربي يبارك فيك. يعطيك الصحه ويحفظك ولادك. شكرا لك. شكرا لك يعطيك الصحه. الله يسلمك. شكرا شكرا. شي جميل الانسان كيشوف. كاين عبالك كاين بنات في مرت علي على المرحله كنت نقري للاطفال الصغار تقريبا 110 تلميذه ان شاء الله ان شاء الله والحمد لله يعني كلهن صاروا امهات دركا. كانت مرحله تجريبيه بالنسبه لي امهات الان تلقوني في الطريق شيخ قدام منا وقدام ما شفيتش عليا والله ما شفيت تلقاها عمرها عاد كنت تما تقول لك انا قريت عندها قدام بعد تبدا تسترجع قدام منا وانا تالي كان العدد تاعهم كبير كنت ندير لهم اسماوات ندير لهم القاب يعني ديال يعني وحده زيتونه وحده قرنطيطه يعني باش نميزهم يعني باش لانه ما ينشاش الاسماء فتقول لي انا فلان انا زيتونه انا وهكذا يعني يهضر السيده هذه مش من القبيل والله ما نعرف لكن ربي يحفظهم. خلينا نديو اتصال في اخر معنا اخر اتصال في هذه المحطه. الو صباح الخير. الو صباح الخير. صباح النور. اهلا وسهلا. يسلمك يعيشك. انا يا كانت جازت هذه اللي قبلي عندي الميم بروبليم كيما هي عندي نفس المشكله كيما هي عندي بنتي صغيره على خوها هي اللي عنيفه معاه. ايه شحال عمرها شحال عمرها؟ 12 سنه كيف كيف. وخوها؟ هو كيخاف مني ويقادرني كي نقول له هو حبس هو يحبس صح هي لا لا ما عرفتش كيفاش نتعامل معاها. شحال في عمر اخوها؟ شحال في عمر اخوها؟ 16 سنه. كيف كيف نفس الحاله؟ ما شاء الله سبحان الله. تقريبا نفس والمشكل وقتاش بدا معاها؟ المشكل وقتاش بدا معاها؟ يعني والله ملي كانوا صغار انا كنت كيما يقولوا كان صغيره كنت نقول كنا نقولوا شغل في الشايط وكيما قال الاستاذ بصح كبرت معاها هي دوكا شغل راهي في المراهقه نهضر معاها نقولها بالحق العيب تصرف غير لائق. عندك غير هاد الزوج ولا كاين؟ لا لا عندها اخوها كبير اكبر من الاخر 18 سنه وهذاك لا لا يعني لا لا تقول لك لا لا الاخر حنين هذاك اللي فوق ليه من ظهره من ظهره يضلوا كيسقطوا الفرو هي اللي عنيفه حتى توصل باليدين تاعي ما
كيما هضرت معاها ما خاوتها صغار عليها ما كانش كاين طفله طفله ايه انا عندي سؤال سيدتي عندي سؤال فضولي كي يغيب واسمه ابنك اللي يعيش المشاكل هذو والله ما سمعتك ابنك واسمه مهدي 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 هذا كي يغيب من الدار تتوحشوا اخته ولا لا لا انا ما تهضرش كاع عليه والو انت ما تهضرش كاع عليه يعني مشكلتها غير مع هذا الاخ الاخرين ايه عادي خلاص شكرا حيجاوبك شكرا 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 هذه الطفله هذه راهي يعني كما يقولوا احنا طايحه على راس خوها فهي تشعر بانه وهو ذكر وحبينا ولا كرهنا لابد ان نعترف باننا كمجتمع شرقي عموما في المعامله نفضلون الذكر فممكن هي ترى الطفله هذه كبرت وهي تشوف اللي خوها هذا مدي لها حقها يعني من الاهتمام الرعايه وكذا ثم الام منشغله بالابن ولا البنت اللي اللي بعدها فهي تعاني نوع من 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 الاهمال يعني كيقولوا اهمال هي تشعر بالاهمال ما يعنيش انه كان اهمال لكن هي تشعر بانها غير مهمه طاحت ما بين بين البنت الصغيره والاخ اللي تقدم عليها وبالتالي هذا الشعور هذا يخليها تكون تتصرف بهذه التصرفات اللي وممكن ايضا ممكن تكون عندها معاناه مثلا في المدرسه ممكن تنمر ممكن دايرين عليها كومبلو البنات يعني هي قالت جمله الام قالت بالنسبه للاخ الاكبر تقول لها عليه هذاك حنين معايا الكبير اللي مني هذا طيح كما نقولوا هذا يحس بانه هو كانه خذ لها حقها خذ لها غلق عليها الطريق مثلا الام ممكن ما تنتبهش خلي هذا تاع خوك كيفاش نصلحوا العلاقه بين بيناتهم الام هنا تراقب التصرفات تاعها الام ولا ما يمكن انه مهدي هو اللي يقوم بالمبادرات ممكن يدير المبادرات يهدي لها هديه في عيد ميلادها ممكن يدير المبادرات يعني 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 في اطار تنجم تقول نوع من المؤامره اللي على الطفله هذه ما بين الام مثلا والاخوه تفهموا باللي اختك تعاني مثلا حاجه معينه محتاجه كذا حاول انت تكون هكذا لكن الطفل في عاده ما نقدرش نطالبوه باكثر مما يتجاوز القدرات تاعو هو ايضا مازال طفل يعني 16 سنه حتى بلغ كما نقول لكن مازال في مخه مازال وممكن ياخذها بمأخذ سلبي يعني هذاك الاعتداء ولا هذاك العنف اللي ممكن يعانيه من اخته ممكن ياخذه بلي هذه ما تحترمنيش ما تقدرنيش وهو يشوف روحه وبالتالي ندخله في فاذا كان واعي وفاهم ممكن نديروا معاه اتفاق على اساس انه نحاولوا نعالجوا هذه الحاله لكن في النهايه الطفله محتاجه الى اهتمام محتاجه الى رعايه محتاجه الى عنايه محتاجه ان تشعر بانها مهمه في هذه الاسره محتاجه تشعر بانها ما نقولوش رقم واحد لكنها رقم اساسي ومهم ومعتبر داخل الاسره وهذا الدور تاع وانت حضورك مهم معنا شكرا لك استاذ عبد الرحمن نورنا بحضورك اطلالتك وان شاء الله كل استفاد من خلال هذه التوصيات حول الاسئله التي وصلتنا من خلال مباشر شكرا لك نورتنا بحضورك شكرا جزيلا لك إذا المشاهدين الكرام ما زلنا متواصلين معكم مازال عندنا محطة راح نكتشفوها بعد قليل آخر محطة ربط مباشر أما الآن راح يكون معنا ربط مباشر مع زميلتنا زهرة اللي متواجدة في مع بائعة الحشيش تبيع القصبر مع النوس في سوق ولا محل راح نكتشفوا المكان ونكتشفوا السيدة اللي راهي متواجدة مع زهرة صباح الخير زهرة صباح الخير حاضر معنا الربط المباشر زهرة أنت معنا على المباشر راني نسمع صباح الخير زهرة صباح الخير لكم صباح الخير لطفي صباح أمان مرحبا بك وبالضيفة اللي معك صباح الشروق شكرا لك أنا اليوم الضيفة تاعي راهي على غير العادة اليوم راني مع امرأة تحدث كل صعوبات الطريقة تاعها لم تستسلم كل صعوبة واجهتها وأصرت أن تدخل لقمة عيش نتاعها بالحلال شوفوا أمال راهي اليوم نتمنى أنها تكون مثال لكل شاب أو شابة راهي تشوف معانا ودايرة عذر في حياتها غير المعرفة شوفوا بلي هي تحت الصعوبة ودارت طابلة زهرة نعتذر هناك خلل في الربط المباشر راح نرجعوا لك بعد لحظات ما كانش احسن من الشوكولا تديوها هديه لامهاتكم صح؟
التعبير عن كل انواع الحب. صح صح. خذ اليوم عيد الحب تحية لكل. قالت لنا ايمان فكرتنا يعطيك الصحة. الحب الحب اجمل حب هو حب الوالدين. صح. حب الله. صح. حب الوالدين. مليح أن نعبر عن العلاقة اللي تربطنا مع أوليائنا، مع أبائنا، أمهاتنا. مليح أنه في كل مرة نعبر عن حبنا ومشاعرنا. متعودين على أنه الأم هي اللي تعبر عن حبها لأولادها، لكن مليح أنه حتى احنا نبذلهم نفس المحبة. بكل حب نستقبل ضيفنا لنهار اليوم اللي زينا هذا البلاتو وحضرنا مجموعة من 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 حلويات تعتمد على الشوكولا اكثر شيء يعني. شو صح وشكلها جميل ويتشهي يعني. حاضر معنا ايمن اللي هو صانع حلويات مختص بصناعه الحلويات. صباح الخير. اهلا وسهلا بك. مرحبا بك ايمن. اهلا. نورتنا بحضورك. الله يسلمك ويعطيك الصحه على التشكيله تاع الحلويات اللي جبتها لنا. انت مختص غير في الشوكولا ولا مختص؟ انا بزاف الحلويات الغربيه والكيك ديزاين ولا باتيسيري فين يعني، هادو ثلاثة نخدمهم. طيب كيفاش بدات رحلتك مع عالم الطبخ؟ بون رحلة تاعي انا بديت في عمري 16 سنة هاد الدومين. الله يبارك. ودرك راني في عمري 18 سنة. مازالك صغير. مازالني صغير يعني. ما شاء الله. ما شاء الله. من نقدر نقولوا خلال عامين درت بزاف صوالح يعني. الحمد لله تعلمت في مدارس خاصة. درت جبت لي ديبلوم شهادات. خدمت لي كوموند يعني نخدم في الدار انا والام تاعي. ما شاء الله. ما شاء الله. تحيه كبيره للام تاعك. تحيه كبيره لها. وش اللمسه اللي تميز ايمن؟ في واش بايزون. مشن هي مثلا الكاطو ولا الباتيسخي اللي يقولوا لك كاع بزاف بنينه يعني. انت الوصفه تنقولها كيما راهي ولا تعطيها حاجه خاصه بك؟ سي نخليها كيما راهي انايا، بصح عندي البنه تاعي توجور في هذيك الحاجه يعني مختص في كلش وكل حاجه وبنتها وكل حاجه والتشكيله تاعها يعني. واش اللي يميز الحلويات الغربيه على الحلويات التقليديه الجزائريه؟ دوكا لاباتيسري ماشي كيما الكاطو دركا، باسكو لاباتيسري كل يوم حاجه جديده، كل يوم غوسات جديده، وكلش فيها ميزان. يعني حاجه تخسرك فيها. لازم لها واحد يكون عنده دقه اكسبيريونس باش لاباتيسري تنجح لك. الحلويات الغربيه لا لا، التقليديه عفوا، الحلويات التقليديه دوكا كيما يقول لك انت تخدمها نورمال يعني تختار بزاف صوالح فيها. فهمتي كيف؟ لاباتيسري والحلويات التقليديه ماهمش كيف كيف. انت ما ديرش الحلويات التقليديه يعني خليت؟ لا انا بزاف لاباتيسري. تعتمد بزاف على الديزاين على الشكل لاباتيسري صح؟ لاباتيسري لازم لها الديزاين والشكل تاعها. صح. الدقه. انا شهوني هذا في التصميم. الشكل ايضا باللارات هذوك، واش فيهم باللارات هذوك؟ هذيك لاموس يعني فاني بالبيسكوي من الداخل، هذيك نقول لهم لي كوسميك. ايه. وشنو المكونات تاعها؟ فراز انا نشوف فراز. ماشي الفراز لا هذاك بيسكوي الذوق تاع الفراز يعني. اوكي. حتى اللون لون فراز. جبتيها لي بلا ما تجيبي لي ملعقه. شابه هي. شوفي. حبيتي الافكار؟ لا باتيسخي. ايه ايه. شوفي الشكل هذا اللي دارها في بلاره. تيراميسو نو؟ لا كوسميك يتشبه التيراميسو. عندي زوج مغارف تما صغار. ريح واحد ها حصل لنا مغارف نجي ندوق انا وياك. اوكي. اذا شحال تدي منك وقت بتحضير هذا النوع من الحلويات؟ يعني كيما هادو ما يشدوا شي وقت باسكو كلش التيرمومات تخدم فيهم دركا. التيرمومات الحراره تاعو. درجه الحراره لازم تكون مضبوطه. لازم درجه الحراره تاعو سينو يحبط لك البرودوي هذا. اوكي. اوكي. ماكسيموم واحد زوج سوايع ولا هكذا. هادو عليهم اقبال فيه طلبات الناس يحبوهم؟ دوكا هادو يستعملوهم بزاف لانيفيرسير. عيد الحب اللون الاحمر هاوليك. عيد الحب يعني. نهديوها اليوم. فيها اللون الاحمر. بكل محبه مخرجنا نقدر نروح للشيف بهيه باش تذوق معنا تعطينا التنقيط ولا تجي لعندنا بهيه؟ اروحي الشيف نجي لعندك انا؟ حاضر ناظر يلا حشمت في اذا احنا مخرجنا راح ترافقني محمد لمين جنادي مايسترو المبدع. شوفي الشيف بهيه هذا واش حط الشيف بهيه؟ شوفوا نحوا لها هذوك المراقي هذيك الدواره عطيني ورا المغارف هذو هما. بسم الله هاكي دوقي انت. بسم الله ميرسي بوغ لا غالونتري. بسم الله. واعطينا رايك وراي الروعه. يعني تسبن هاكي تسبن هي متعه. جبتي لي مغرفه انا ثاني. وي فيها لا جينواز. بسم الله. وكبرت المغارف هما عطوني هذا. بسم الله. شوف يا ولد داخل ما شاء الله. بسم الله. سي ميم الفوق دار شويه. يا بليزيور بو. الله يبارك.
صحتكم. صحتك. باش تعرف بلي ان بلا ولا ان غاتو اللي غيوسي انت راك داير بليزيور انغريديون لازم يخرجوا كاع لي سافور الا ما خرجوش ما كان والو. هادو خرجوا كاع الله يبارك وما شاء الله بغم. برافو برافو برافو. راك دير شهاده الشيف باهيه. حبيت نسقسي ايضا اذا كان عندك احتكاك مع الشيفان خاصه اللي تخصصهم في الباتيسري يعني والحلويات الغربيه ولا شاركت مسابقه تحكي لنا شويه عليها. بون جوستومون في هذا الموضوع جيت نحكي لكم على مسابقه رانا يعني كاين شاف لي شاف جزائريين حبوا يعني يتبرعوا. تفضل لطفي برجع برجع. هادو لي شاف جزائريين يعني الناس اللي دخلت جديد في الدومين هذا وحابه تبدا من جديد. يعني هما شيفان داروا هذه المسابقه هذه. درك حنا رانا 8 لي شاف جزائريين ساهمنا باش نشجعوهم للهوى الطبخ الجزائري الناس اللي حابه تنطلق من جديد. درنا لهم مسابقه عبر مواقع التواصل الاجتماعي اسمها لاطوك دي شاف الموسم الاول. هذه المسابقه من دارك تقدر تشارك يعني. دوكا عندنا كل اسبوع تحدي جديد. عندنا 15 كونديدا كل اسبوع يحضروا طبق وكل اسبوع يخرجوا زوج من المسابقه يغادروا. بصح كيفاش تحكموا عليه بلا ما تذوقوه؟ العين فانك تلعب دور لو بلا. انا بالنسبه ليا انا لازم نذوق. لا لا كل لازم نستبن. يحضر لنا الطبق هذاك من البدايه حتى الاخر يعني. لانه كاين اللي يركز على الديزاين على الشكل لكن كي تذوق البنا لا لا احنا في المسابقه نصوروا من بدايه الوصفه حتى الاخر تاعها. يعني يقسم معاكم كاع الخطوات نشوفوا كامل الخطوات هذوك ودايرينهم جروب يفهمونا يحطوا لنا لي زانغريديون وفي نهاية تاع الأسبوع يحطوا التحدي تاعهم. كما الأسبوع اللي فات خطنا لهم طبق تقليدي ولكن في نفس الوقت تردوا بنا مصعصية حاجة جديدة. ويعني شفنا حاجة كان فيه تفاعل يعني. تفاعل حتى لي زابوني ناس حتى هما عندهم يعني كما يقول لك لمسة عطاونا لمسة جديدة يعني. طيب أنت كشف أنت تعطي قيمة للذوق أكثر شيء ولا للشكل تاع الأكلة؟ لأنه علاش درك أنا نشوفوا نشوفوا في البلدان الفرنسية ولا لي شاف ما يركزوش على الديكور. تلقى يعني بلا ما عندوش علاقة بصح هذاك الذوق يلعب دور كبير. أنا نركز على الذوق. واش هو الانغريديون ولا من المقادير اللي ما تقدرش تستغنى عليهم في صناعة الحلويات ولا اللي تشوفها هي اللي تعطي البصمة وتعطي الذوق وتعطي النكهة للحلوى نتاعك؟ بون كاين بزاف أنا بزاف نستعمل لافاني تاع العود. باسكو علاش كاين دوكا في لي برودوي دي لافاني نورمال ولافاني هذيك ماهيش مليحه بزاف. نستعمل توجور لافاني تاع عود ما تخطينيش كامل اي بورتون شويه غاليه مي بصح مليحه. حتى الشوكولا تلعب دور كبير في البرودوي تاعها. اثرت نقطه مهمه. كاين ناس بزاف يحبوا الباتيسري منهم انايا طبعا. بصح ولينا نشوفوا اسعار يعني خياليه. لا بحبه كاطو يقول لك ب 70000 ولا 80000. لا لا يعني عندهم الاسباب المقادير. ربما المقادير باسكو ما والجوده والنوعيه الجيلاتين شوكولا لا كريم ليكيد هادو كامل طلعوا يعني لي بري صافي يبيعها عندها يعني كما يقول لك سبب علاش خلى هذاك الثمن يطلع هكذا. انت واش اكثر شيء جذب انتباهك في الحلويات؟ لي طاخت. لي طاخت وشوكولا تاع الشوكولا انا محبين شوكولا نواغ هذيك. اي شوكولا نواغ. شوكولا نواغ هذيك شوكولا نواغ حبيت تتهميها. نديها صحتك. ولينا هذاك ولينا صح العين كما يقولوا تاكل قبل البطن. ولينا نشوف لي زانيفرسار دوكا الباتيسري ولا تاع الاشكال وانواع ولي غاتو حتى الديكور وين ملحقين دوك في الجديد؟ كانوا الكيك ديزاين كاين حاجه دوك جديده ولا مازلنا في الكيك؟ دوكا مازلنا احنا لحد الان كيك ديزاين لاير كيك هادو كاملهم يمشوا يعني. حتى لي ماكارون هاد لي كاب كيك هادو كاملهم يستعملوا في لانيفرسار. وهذا واش يعني لحد نستعملوا في العيد الميلاد يعني. وانت من الناس اللي دير ثاني لاير كيك كيك ديزاين عندي فورماسيون درتيهم وراني نقري ثاني. اها في نفس الوقت نقري عندي جروب نقري لاباتيسري اوكسيدونتال. وشنو طموحك ايمن انك حاب مستقبلا يكون عندك مشروع وشك حاب؟ لحد الان نتمنى المشروع يعني يكون عندي مشروع. طموحاتي نحل مدرسه نعلم الناس لانه هذا الدومين ناقص شويه عندنا في بلادنا. نزيد نطور روحي ان شاء الله اكثر واكثر نحل مدرسه نعلم الناس وشرف ليا يعني. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله ان شاء الله تحقق كل مبتغاك وكل امانيك. الان صار فيه اقبال كبير من قبل الشباب لهذا النوع من الحرف والصناعات. يعطيك الصحه نورتنا بحضورك. الله يسلمك شرف لي. احنا نروحوا على فاصل مشاهدينا من بعد نعاودوا نربطوا المباشر مع زهره ولا لا؟ للاسف ما قدرناش نتواصلوا معها
اليوم. تحية للسيدة اللي حاضرة معها اللي أعطتنا من جهدها وأعطتنا من وقتها أقول اللي مازالها تقتات ولقات مصدر رزق يعني من خلال حلال من خلال بيعها لبعض الأعشاب. هي نموذج متميز يمثل المرأة الجزائرية الحقيقية التي تجتهد من أجل طباخ اللي اختارتهم شيف باهية. يعطيك الصحة شيف باهية، نعمل كرون باختصار واش درنا لنا اليوم. هنا قلنا لي كروستيون تاع السلك هاولي كاي لاباط فيلو، الداخل درنا لي تخوا فروماج، درنا موتزاريلا البارميزون اي لو فروماج روج، ولا نقدروا نديروا نيمبورت كيل فروماج اللي نحبوا اللي يطرابا. يبانوا ديول؟ اي قدروا نديروا بالديول هذوك. يبانوا ديول؟ بيان سور. شبه البسطيلة شوية. صح البسطيلة وهي مفتوحة. وهذو لي بروشيت. وهذه سي لي بروشيت راهم ليك لي ليغيوم هيلثي 100% فيها طايبة بزيت الزيتون. بسم الله. يعجبني لطفي. بسم الله بسم الله الله يبارك لطفي دواق. بصحتك لطفي. صحتك. صحتك. نروح مالا للتحليه اللي هي انا قلنا نكولي دو فريز. روعه روعه. ما نقولهاش بصحتك. ما نقولهاش روعه 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 وبنينه. هذا مليح مع الصباح. روعه وبنينه. شوفي سرق. نعم. انا كي لا بخوميييغ فوا انا حبيت ندوق لطفي سرق لي الوسمه. خلاص اسحق عاودوا لعنده وياكل. يعطيك الصحه شوف باهية بنين هذا. وشغل معجون فوالا هذا فلان كولي. ايه شغل معجون هذا مليح دو بون ماتان باش يبوست فيها الحلاوه فيها ايتو. بنين هاي فوالا اكزاكتومون مع هذا لطفي مع لا تارت وشوكولا هذا. بيان سور. برافو برافو. ديجا لا فريز وشوكولا يمشيو. يعطيك الصحه شوف باهية. شكرا لطفي. شكرا لطفي. غدا ماشي حنا زهره وصلاح. زهره وصلاح تحيه كبيره اليوم. ان شاء الله نكونوا وفقنا في خدمتكم طيله هاد الثلاث ايام. تلقاو ان شاء الله الاسبوع القادم باذن الله. شكرا كامل لفريق الاعداد على راسهم رئيس التحرير.